مشاهدينا الكرام، تلاميذ الصف السادس الابتدائي في كل مكان في مصر، اهلا ومرحبا بكم في الحلقه النهائيه للمراجعه النهائيه، مراجعه ليله الامتحان. بكره محافظات كتير جدا عندها امتحان الدراسات الاجتماعيه الصف السادس الابتدائي، والنهارده عاملين لكم حلقه كبيره لمده ساعتين من الساعه 3 للساعه 5. وطبعا بيسعدني ويشرفني يكون معايا النهارده دكتور محمد. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك استاذ سميح، واهلا بكل طلابنا في الصف السادس. ان شاء الله تمنياتي ليكم بامتحان بسيط وامتحان جميل، تخرجوا كلكم ان شاء الله مبسوطين وراضيين عنه، وتكونوا انتوا كمان ذاكرتوا وعملتوا اللي عليكم وتحققوا اعلى الدرجات باذن الله. طبعا دكتور محمد، طلابنا الشطار في كل مكان عندنا، يعني عايز اقول لك بكره ان شاء الله هيقفلوا الامتحان باذن الله لانهم شطار وبيتابعونا من اول الترم. وطبعا كل الاسئله اللي احنا هنتكلم فيها النهارده وهنشرحها وهنوضحها ليكم خلي بالكم منها. يا ريت يا ريت ارجو منكم كل واحد يجيب كراسه بسرعه وهات قلم وابدا اكتب معانا بعض الاسئله اللي احنا هنعرضها لكم على الشاشه. طبعا حلقه النهارده احنا هنقسمها جزئين، الجزء الاول او الساعه الاولى اللي هنتكلم فيها هنتكلم عن مراجعه عن الجغرافيا وعن التاريخ في اول ساعه، تاني ساعه عاملين لكم امتحان، لا مش هنعمل لكم امتحان، احنا جايبين امتحان وحلينه كمان ومجاوبينه اجابات نموذجيه هنتناقش فيه. ما تنسوش تكلمونا لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال، كلمونا على رقم البرنامج. يلا نكتبه مع بعض على الكراسه بسرعه 2575-6187. هقوله كمان مرة بسرعة، يلا هات القلم واكتب الرقم ده في الكراسة بتاعتك وهات التليفون، واي سؤال يقف معاك كلمنا واستفسر عن السؤال، واللي شايف نفسه مذاكر كويس وشاطر كده برضو يكلمنا عشان نسأله ونختبره ونشوف هو مذاكر ولا لا. هنقول الرقم مرة تانية 2575-6187 ونبدأ يا دكتور محمد المراجعة بتاعتنا. واول سؤال عندنا دايما في الامتحان طلابنا الشطار وهو سؤال الخريطة. طبعا سؤال الخريطة ده سهل جدا خلي بالك، والنهاردة هنجيب لك حاجات كتير قوي دكتور محمد هيوضحها لنا على الخريطة اللي جايبها لنا طبعا ومجهزها لنا النهاردة عشان يقول لنا اهم النقاط اللي بتيجي دايما في الامتحان. وركز كويس جدا، افتح الكراسة وابدأ سجل معانا من دلوقتي. يلا دكتور محمد نبدأ بأول سؤال في الخريطة. يا جماعة انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، ان سؤال الخريطة ده سؤال مهم، لازم تبص على الرقم بتاع السؤال. يعني لو الرقم ده رقم واحد تشوف هو جبل وموجود مثلا جبل ايه او هضبة، هضبة ايه، المكان بتاعه فين، لان لو انت ما خدتش بالك من المكان بتاعه هتغلط وتخسر الدرجة، واحنا مش عاوزين ده يحصل. فلازم تكون مصحصح كده وتبص على الحاجة كويس جدا وتعرف مكانها وتحدد مكانها، وبعدين توكل على الله ان شاء الله وتضع الاجابة وتكون اجابة باذن الله اجابة صحيحة. دكتور محمد النهارده بقى احنا عندنا، يعني عايز اقول لك عايزين تقول لنا كل نقطه في الخريطه اللي طبعا في البيئه الصحراويه والبيئه الساحليه، كل نقطه ما تسيبش ولا نقطه علشان طلابنا الشطار يستفيدوا. احنا في الاول هنعمل كده مراجعه قبل ما نخش على السلايد ونبص على ونشوف الاسئله، هنعمل كده مراجعه كده سريعه على الخريطه وهنشوف. طبعا احنا عارفين المنهج بتاعنا البيئه الصحراويه والبيئه الساحليه ده في الترم ده، فاحنا هنبص على اهم الظواهر الطبيعيه اللي موجوده في البيئة الصحراوية. وعارفين ان البيئة الصحراوية بتاعتنا انقسمت الى ثلاث اماكن. اول حاجة البيئة في البيئة الصحراوية الصحراء الغربية، وعارفين ان مساحتها 68% اكبر مساحة موجودة في الصحاري اللي موجودة في مصر. وعندنا بعد كده الصحراء الشرقية ودي مساحتها 22%، ثم شبه جزيرة سيناء ودي اصغر حاجة ودي هتبقى اللي هي ايه 6%. هنبص معايا على الخريطة ونشوف بقى الظواهر اللي موجودة في كل صحراء. يعني اللون الأصفر ده البيئة الساحلية ولا الصحراوية؟ زي ما احنا شايفين كده اهوت، واحنا عارفين ان الرمل لونه ايه؟ لونه أصفر. تمام. معنى كده ان البيئة بتاعتنا البيئة ديت بتعبر عن البيئة الصحراوية. يعني دكتور واحنا محمد قسمناها على ثلاثة اهو. ممكن دكتور محمد يجيب لي مثلا رقم واحد عند اللون الأصفر ده ويقول لي بيئة نقط. تمام، ممكن يكون ال هو هتيجي اكتر او تيجي بشكل افضل لو جه الصحراء نقط، لان احنا عارفين ان الصحراء عندنا منقسمه الى ثلاثه زي ما احنا شايفين. هنا شبه جزيره سيناء نكتبها اهو، بس انا اقصد ان ممكن كمان يجيب لي البيئه، يعني مثلا البيئه نقط عند مثلا البحر المتوسط تبقى بيئه ساحليه، لو عند مثلا البحر اي نوع من انواع الصحراء اللي موجوده عندنا تكون جنب الساحل قوي، تكون جنب الساحل جدا، احنا عندنا بيئات متداخله فلازم تكون قريبه جدا من الساحل عشان اقدر ان انا اقول ان هي بيئه ساحليه. تمام.
عندنا اللي هنبتدي بالصغير، شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء وعارفين احنا مساحتها قلنا ان هي 6%. القسم الثاني اللي هي الصحراء الشرقية، ودي هتكون مساحتها 22%. ممكن دكتور محمد قبل ما نبدأ في الصحراء الغربية نسأل السؤال ده لفاطمة؟ معانا طبعا فاطمة. أهلا بيك بداية. طبعا فاطمة من القاهرة عندها امتحان بكرة، ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. علي صوتك، أخبارك إيه؟ كويس الحمد لله. ذاكرة كويس؟ أه. يلا مستعد، عندك سؤال ولا دكتور محمد يسألك؟ عايزة تسأل. يلا دكتور محمد مجهز لها سؤال. ازيك يا فاطمة عاملة إيه؟ الحمد لله. قولي يا فاطمة، هي مساحة البيئة الصحراوية كلها كم في المية؟ 96%. أكبر مساحات الصحراء اللي موجودة في مصر الصحراء نقط. الصحراء الغربية. مساحتها نقط في المية. 63%. كم؟ 63%. لا أعلى شوية، صغيرة مش 63، أعلى شوية. ركزي كده. زودي كمان خمسة. زودي كمان 5%. كم؟ 67%. طب واحدة كمان كملي النقطة كمان. 68%. أيوة كده يا فاطمة، ركزي معانا عشان إن شاء الله بإذن الله تجيبي درجة كويسة. إن شاء شكرا يا فاطمة. طيب زي ما كده شفنا كده إن شبه جزيرة سيناء عندنا 6%، أما الصحراء الشرقية 22%، وأكبر صحراء موجودة في مصر هي الصحراء الغربية 68%. عايزين نعرف أهم الظواهر بتاعتنا، هنلاقي إن أول حاجة الجبال. الجبال هنعملها بلون تاني أهو مثلا، وده أدي كده مثلث في أقصى جنوب مصر، ده جبل اسمه جبل العوينات. والجبل ده بيقع ما بين ثلاث دول، بيقع ما بين مصر وليبيا والسودان، تمام؟ طيب في عندنا كمان هضاب. عندي جنب جبل العوينات في هضبة هنا هوت كده اسمها هضبة الجولف الكبير، وعندنا في النص هضبة الوسطى او الهضبة الوسطى، وفوق خالص في شمال غرب مصر هتبقى في هضبة ماري ماريكا. تمام كده يا دكتور محمد، يا اولادنا ويا بناتنا. انا معاك هرد عليك. تمام يا دكتور محمد. تمام يا استاذ سميح. ماشي، يعني ثلاث اضافه الصحراء الغربيه. طيب تمام. طيب عندنا بعد كده طبعا في ظواهر تانية موجوده اثار جغرافيه زي المنخفضات والكثبان الرمليه ما بين مصر وليبيا هنا اهوت في الجزء ده، هحاول ان انا اعمله بلون مثلا الاحمر شويه. لون مش مشكله كده. كده ما بين مصر وليبيا، انا معدي اهوت الحدود اهوت كده عشان تعرفوا ان ده برضو ما بين مصر وليبيا، بحر الرمال العظيم. طيب وده بيمثل الكثبان الرمليه، وعندنا كمان المنخفضات، واكبر المنخفضات هو منخفض قطاره. منخفض ايه؟ قطاره. تمام، دي بالنسبه للصحراء الغربيه. طيب بالنسبه للصحراء الشرقيه، الصحراء الشرقيه عندنا في سلسلة جبال البحر الأحمر، وأعلى جبل موجود فيها في جبل فين؟ ممكن أسألك سؤال دكتور محمد؟ اتفضل. ممكن يجي لي في الامتحان ويقول لي أعلى قمة جبلية في مصر بتعتبر هي اسمها إيه؟ أعلى قمة جبلية في مصر؟ في مصر؟ أو أعلى قمة جبلية في جبال البحر الأحمر بالصحراء الشرقية؟ تمام يا أستاذ سميح. في النقطة دي بقى، لو هو قال لي مثلا الجبل الشايب ده يعتبر أعلى قمة جبلية على البحر الأحمر. جميل. سلسلة جبال البحر الأحمر. لو قال لي بقى في مصر كلها. لا في مصر كلها، ده إحنا جاي دخلنا في شبه جزيرة سيناء اللي هو جبل سانت كاترين. لان السؤال ده بيتكرر كتير قوي طبعا، ولازم نخلي بالنا، وطلبه كتير جدا يا دكتور محمد فعلا بيتلخبطوا فيها بين، عشان كده حضرتك عايزك تشاور لي بالظبط على جبل الشايب. تمام. وكمان تشاور لطلابنا الشطار على سانت كاترين، لان الاثنين دول بيتلخبطوا جامد قوي فيهم. واوقات بعض الناس اللي بيعملوا امتحانات، طبعا اساتذتنا الافاضل لما بيعملوا الامتحانات يقول لك مثلا اعلى قمه جبليه في الصحراء الشرقيه، ويسيبك ويحط لك النقطة عند جبل الشايب. في ناس كتير جدا بتغلط وتكتبه طبعا سانت كاترين. طيب نشاور عليها دكتور محمد، جبل الشايب وجبل سانت كاترين. تمام. من الحاجات اللي احنا بنقولها ديت ان احنا لازم نقرا السؤال لحد اخره. من اعلى قمم الجبال في مصر جبل سانت كاترين، تبقى صح ولا غلط يا سميح؟
سانت كاترين اعلى طبعا مصر ده اعلى جبل في مصر كلها اعلى قمه جبليه. طب لو جه بقى استاذ سميح وقال لك من اعلى قمم الجبال في مصر جبل الشايب، انا لحد اخر كلمه لازم اقرا تبقى ايه؟ لو قال لي ايه من اعلى اعلى قمم جبال في مصر هو جبل الشايب، غلط طبعا، تبقى هنا غلط، لازم اقرا ايه في جبال البحر الاحمر او في الصحراء الشرقيه. فعشان كده احنا لازم زي ما دكتور محمد ما قال لكم طلابنا الشطار لازم نقرا السؤال كويس ونحدد هو عايز في مصر كلها يبقى سانت كاترين، لو قال لي في سلسله جبال البحر الاحمر او في الصحراء الشرقيه يبقى طبعا هو جبل الشايب. طب مكانه فين يا دكتور محمد على الخريطه جبل الشايب؟ ممكن جبل الشايب موجود عليه تاني من فضلك؟ جبل الشايب اهوت موجود عند جنب البحر الاحمر، جنب البحر الاحمر قريب من خليج السويس. تمام تمام كده ماشي. ولما نيجي نقول دلوقتي شبه دي سيناء هنقول لكم سانت كاترين فين ماشي، يبقى عند البحر الاحمر هنا اهو كده، يبقى ده ايه جبل الشايب اعلى قمه جبليه في سلسله جبال البحر الاحمر. طب اقصى جنوب مصر في جبل تاني اسمه جبل ايه؟ جبل علبة. ممكن تجهز لنا سؤال لياسين من القاهره امتحانه بكره؟ طبعا. ازيك ياسين؟ ياسين ازيك؟ ياسين معانا؟ اه معاك. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. جاهز الامتحان بكره؟ الحمد لله. طب يلا دكتور محمد مجهز لك سؤال جامد جدا. ازيك ياسين؟ ياسين الو. ايوه ياسين معايا. اه طيب بص يا ياسين، احنا دلوقتي احنا عارفين ان الصحراء الشرقيه فيها وادي بيقطع هضبه اسمها هضبه العبابده، الوادي ده اسمه وادي ايه؟ العلاقه. تمام برافو عليك جدا. طب شو اللي على محمد على الخط؟ تعالى بص عليه كده معايا كده، ممكن تحاول تقول لي موجود فوق ولا تحت؟ وادي العلاقي موجود في الصحراء الشرقيه فوق ولا تحت؟ قول لي كده عشان انا ارسمه على الخريطه قدام. مكانه فين؟ تحت. تحت جنب بحيره ناصر كده. اه برافو عليك. برافو عليك. تمام. ودوت هنا اهوت بيقطع قلت لي هضبه اسمها هضبه ايه؟ العبابده صح؟ اه. طيب هسالك كده سؤال تاني، في وادي تاني موجود وموجود عليه سد اسمه سد الرافعه. وادي العريش. وادي العريش. برافو عليك. برافو عليك. انت هاي اللي شاور لنا عليه دكتور محمد فوق. وادي العريش فوق. شوف جزيره سيناء هنسبق كده الاحداث. هنتكلم عنه دلوقتي. تمام. شكرا يا ياسين وتابعنا حبيبي وكل طلابنا في سنه 6 عندهم امتحان بكره يكلمونا لو عندهم اسئله. مع السلامه يا ياسين. طيب زي ما كده ياسين كده كان طالب شاطر جدا، انا مبسوط منه جدا ومبسوط بكل طلاب مدرسه على الهوا لان هي طلاب متميزه وانا واثق فيهم ان هم هيجيبوا الدرجه النهائيه مش بس درجه عاليه. قال لنا ان وادي العلاقي بيقطع هضبه اسمها هضبه العبابده، يبقى كده اهوت هنا في كده هضبه العبابده وده طبعا وادي اسمه وادي العلاقي. الوادي العلاقي دوت من احدى الاوديه الجافه. تمام. طيب الاوديه الجافه ديت يا ترى عايزين نعرفها للطلبه بتاعتنا، ترى الوادي الجاف ممكن يكون ايه؟ الاوديه الجافه طلابنا الشطار هي اوديه كانت تملاها المياه قديما ثم جفت، ودي موجوده في الصحراء الشرقيه عندنا ومش موجوده في الصحراء الغربيه، زي بالظبط المنخفضات ما هي موجوده بكتير جدا جدا في الصحراء الغربيه ومش موجوده في الصحراء الشرقيه. اذا زي ما دكتور محمد قال لنا الأودية الجافة هي أودية كانت تملأها المياه قديما ثم جفت. تمام يا دكتور محمد؟ تمام. أنا طيب. جاوبت السؤال. برافو عليك أستاذ سميح. أستاذ سميح. طيب يلا عبد الرحمن من الجيزة برضه معانا على التليفون، نجهز له سؤال؟ نجهز له سؤال. إزيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. إيه جاهز امتحان ولا إيه؟ أه. طب أنا اللي هسألك بعد إذنك يا دكتور محمد. اتفضل. إيه رأيك؟ هسألك جغرافيا ولا تاريخ عبد الرحمن؟ يعني جغرافيا. يلا جغرافيا، احنا الجزء الاول من الحلقه النهارده جغرافيا، يبقى كله جغرافيا. تمام. طيب قول لي من الحيوانات اللي بنسميها حيوانات الرعي في البيئه الصحراويه هي ايه؟ الاغنام والماعز. ها وايه كمان؟ والابل صح. والابل. طب من الحيوانات البريه؟ نعم في حيوانات بريه كتير موجوده عندنا في الصحراء. اه زي الثعلب. زي الثعلب. وايه كمان؟ ها ها فكر. ثعلب وايه والارانب الايه؟ ها البريه صح ولا غلط؟ برافو عليك عبد الرحمن، بشكرك جدا. تحب تساله سؤال كمان يا دكتور؟ اسالك يا عبد الرحمن على الخريطه بقى. ماشي يلا عبد الرحمن. طيب هقول لك من اهم الهضاب اللي موجوده في الصحراء الشرقيه هضبه العبابده وهضبه نقط ونقط، عايزك تقول لي اثنين كمان. الجلاله البحريه والجلاله الابليه. تمام كده انت جبت على السؤال بتاعك. والمعازه. تمام برافو عليك جدا جدا، شاطر جدا يا عبد الرحمن، منافسه قويه جدا النهارده بالنجاح
كل طلابنا بتتنافس بس تنافس شريف، تنافس مرغوب فيه. دايما نفضلوا على كده ان شاء الله باذن الله اعلى الدرجات والدرجه النهائيه باذن الله. كلمونا طلابنا الشطار، هقول لكم الرقم مره ثانيه 2575-6187. نكتب السؤال الرقم ونكلم، لو عندك اي سؤال او عايز تختبر نفسك في المذاكره بتاعتك كلمنا وان شاء الله تجاوب معنا باذن الله. طيب ان شاء الله نكمل دكتور محمد، احنا كنا بنتكلم عن الصحراء الشرقيه. تمام، احنا قلنا في الصحراء الشرقيه قلنا هضبه العبابده مع ياسين، ودلوقتي عبد الرحمن قال لنا هضبه الجلاله البحريه دي اللي فوق اللي فوق. تمام، وبعد كده هوت هضبه الجلاله القبليه. عارف دكتور محمد عشان افرقهم بينهم وبين بعض بقول هضبه الجلاله البحريه اللي هي اللي فوق ناحيه البحر المتوسط، يعني اتجاهها لفوق كده، يعني تمام تبع البحر اللي فوق. لكن القبليه جايه من الوجه القبلي اللي هي ايه تحت تحتيها، هو الوجه القبلي والصعيد طبعا عندنا، واتبقى عندنا تمام. قريب من وادي وادي النيل او نهر النيل الهضبه بتاعه هضبه المعازه. انا عامل سهم اهوت علشان المساحه بس ايه مش كافيه، لكن هضبه المعازه موجوده فين؟ في الصحراء الشرقيه. هضبه المعازه موجوده في الصحراء الايه الشرقيه. الشرقيه. نخش بقى على شبه جزيره سيناء اللي هي مساحتها 6% برضو من البيئه الصحراويه، وكان عندنا قلنا في وادي فوق خالص عليه سد اسمه سد الروافعه. ممكن نسال يوسف الوادي ده اسمه ايه؟ تمام، ازيك يا يوسف؟ يوسف من القاهره امتحانه بكره برضو. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. مذاكر ولا نص نص؟ لا مذاكر. برافو عليك دكتور محمد، كان لسه هيقول الوادي اسمه ايه؟ قلت له استنى يوسف هيجاوب. ها؟ وادي العريش. وادي العريش، بس ده مش سؤال، هنسألك سؤال تاني. دكتور محمد نسأله سؤال جامد كمان شوية. طيب أنا هسألك سؤال بس، وإحنا كنا جاوبناه شوية مركز ولا لأ؟ ماشي تسمعني لحد الآخر. من أعلى القمم الجبلية في مصر جبل نقط. جبل سانت كاترين. جبل ولا جبل الشايب؟ لا مركز. لا جبل سانت كاترين، جبل الشايب ده. بتاع سلسله جبال البحر الاحمر. تمام برافو عليك جدا. انا عايزك تبقى مركز كده بكره برضه، فاهم؟ ماشي برافو يا يوسف، وكلمنا تاني لو عندك اي سؤال حبيبي. طيب ماشي. يلا دكتور محمد نكمل سؤال الخريطه الجميل جدا ده. تمام، ده هنا اهوت قلنا وادي العريش، تمام، اللي بيقام عليه سد الروافعه، تمام، لتخزين المياه. تمام ماشي، عندنا بعد كده اهوت هنا في جبل اسمه جبل سانت كاترين، اعلى قمه جبليه. انا حتى هعمله كمان، هعمله مثلث كبير قوي اهو. مش مشكله غطي 6%، مش مشكله، معلش هي برده باينه شويه بس عشان يبقى باين ان هو اكبر جبل. ده هنا اهوت كده سهم، وهو ده جبل سانت كاترين، وطبعا في جبل كمان جنبه اسمه جبل موسى، وده من المزارات السياحيه اللي موجوده فين؟ في البيئه الصحراويه. في جبل تاني هنا اهوت كده اسمه جبل ايه؟ جبل موسى. طيب وعندنا في النص في هضبتين بيقطعهم وادي العريش، هضبه التيه وهضبه الايه العجمه، هضبه التيه وهضبه الايه العجمه. احنا عندنا النهارده الاقبال التليفونات مش عايز اقول لك. تمام، واحنا مستنيينهم وجاهزين وعايزين نعرف مستوى طلابنا عشان نكون مطمنين عليهم ان هم طلاب شطار جدا، وانا متاكد ان هم. عايز اقول لك ان القاهره بكره امتحانها، وناس كتير جدا كلمونا من القاهره، معانا اياد على التليفون وعايز بقى يختبر مذاكرته. ازيك يا اياد؟ الحمد لله. عامل ايه في الدراسات؟ الحمد لله. مذاكر؟ مذاكر. طب يلا نسالك سؤال، ايه رايك؟ ها؟ اسالك سؤال؟ طب يلا قول. بما تفسر؟ ندي بما تفسر. يلا قول لي، بما تفسر تنتشر صناعة حفظ التمور في البيئة الصحراوية؟ يلا سؤال جامد جدا. ها؟ حفظ التمور بسبب. فكر. بسبب كسر السبق أشجار النخيل وفي الأراضي العاملة. شاطر جدا. طب استنى، والسجاد اليدوي؟ بسبب وصلة طيف الأغنام وغبر الإبل. شاطر جدا. ممكن أسقف لك يا إياد؟ لا 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 برافو. لا 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 أسقف لك يا إياد. متابعنا يا إياد من أول الترم مش كده؟ ايه؟ انت متابعنا على طول كل حلقه، بتتفرج على الحلقات بتاعتنا؟ اه. برافو عليك يا اياد، انا مبسوط منك جدا، وبكره هتقفل ان شاء الله في امتحان القاهره. شكرا يا اياد، وكلمنا تاني وكل طلابنا الشطار. طيب يعني انا مش هخليك يا دكتور محمد تكمل الخريطه، اتصالات كتير جدا والناس عايزين طبعا يتسالوا وبتاع، واحنا معاكم النهارده لمده ساعتين. احنا قاعدين بحاجات واسئله على السلايد شو بتاعتنا، هتعجبكم جدا ان شاء الله باذن الله. احنا معاكم لمده ساعتين النهارده، اعملوا فينا اللي انتوا عايزينه. نبتدي يا استاذ سميح على السلايد. طيب نبدا مع بعض كده، بص بقى نشوف مع بعض كده
يعني شوية حاجات برضو اخترناها لكم على الكمبيوتر نتفرج عليها كده ونشوف بعض مناطق استخراج المنجنيز والفوسفات ومناطق البيئة الصحراوية اللي موجودة عندنا. بصوا معايا كده لو سمحتوا على أول نقطة هنتكلم فيها. زي ما انتم شايفين طبعا منطقة استخراج المنجنيز رقم واحد هنا هنسأل فيها دكتور محمد. دكتور محمد رقم واحد دي اللي هي ايه؟ لازم نبص كويس ونشوف رقم واحد ده موجود فين، ما يعتمدش على السؤال مكتوب ايه او انت عارفه. لازم تبص رقم واحد ده موجود فين. هو موجود في الصحراء الشرقية، موجود في الجنوب. ده كان منجم اسمه منجم ايه؟ منجم السكري. تمام، هنشوف الاجابة بتاعتنا على الشاشة. المنجنيز ام بجمة. تمام، طبعا عندنا الذهب اللي هو الذهب السكري. هو السؤال بيسأل عن الذهب، هو هنا موجود على الشاشة. موجود على الشاشة هنا منطقة استخراج المنجنيز رقم واحد اللي هي موجودة فوق. حضرتك اكيد دخلت على السلايد اللي بعده. دخلت على السلايد اللي بعده غريبا. اصل احنا جايبين لكم النهارده طلابنا الشطار اتنين، يعني تو سلايدز هنتفرج عليهم دلوقتي. فيعني طبعا دكتور محمد ده عمل الخريطه وقعد يحل وبتاع ونسي وساب السلايد، دخل على السلايد التاني. طيب السلايد الاولاني تعالوا نشوفه مع بعض كده. منطقه استخراج المنجنيز هي ام بجمة، تعالوا نشوفها مع بعض وهنوريكم كمان شويه السلايد التاني على طول لدكتور محمد مجهزه لنا وجايبه لنا. طبعا طلابنا الشطار البيئه الساحليه اللي موجوده عندنا، حتى دكتور محمد هنا موجوده عندنا، بتبدا على البحر المتوسط من فوق. لو انتم شايفين السهم اهو قدامنا بيبدأ من أول مدينة هنا اسمها مدينة رفح في الشرق على الحدود بيننا وبين فلسطين، وبتنتهي عند طبعا مدينة السلوم في الناحية التانية في الآخر خالص. طيب ده على البيئة أو على البحر المتوسط. طيب على البحر الأحمر عندنا بنبدأ من هنا من أول مدينة طابة اللي موجودة عند خليج فوق خالص، شايفينه كده طلابنا الشطار عند خليج العقبة فوق خالص، دي مدينة طابة. وبعدين ها نشوف تاني هنا عند السويس، وتحت خالص طبعا عند حلايب. طيب منطقة استخراج المنجنيز دكتور محمد هنشوفها رقم واحد مع بعض هي. تمام، هي موجودة هي جنب خليج السويس، يبقى ديت منطقة استخراج المنجنيز اسمها ايه؟ ام بجمة. ام بجمة. طيب اسأل انا استاذ سميح بقى واقول له على رقم اتنين. رقم اتنين يا استاذ سميح موجود رقم خليج. رقم خليج ده ايه بقى؟ خليج العقبه، لان خليج في احنا العقبة. عندنا اتنين يا دكتور محمد، استسمحك لو تقدر تشاور لنا على الخليج العقبه وخليج السويس على الخريطه علشان طبعا طلابنا الشطار يبقوا واخدين بالهم. تمام، ركزوا معايا يا جماعه على الخريطه اللي عندي ونشوف خليج العقبه فين وخليج السويس فين. هنا اهوت انا عندي البحر الاحمر ليه كده زي ودنين، الودن الصغيره دي ده خليج الايه؟ العقبة. اما الودن الكبيرة اللي طالع منها قناة السويس ده اسمه خليج السويس. وزي ما استاذ سميح قال ان فوق خالص اللي هو مدينة رفح. هدية من القاهرة. هدية من القاهرة. يا بقى سؤال هدية منك ليا. ازيك يا هدية؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. لا يا دكتور محمد هيسألك سؤال جميل قوي. ماشي. ازيك يا هديه عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك جميل جدا. شكرا. طيب البيئه الساحليه عندنا يا هديه بتمتد على ساحلين او بحرين، هما ايه؟ نقط ونقط. البحر الاحمر البحر المتوسط. البحر الاحمر بحر المتوسط، برافو عليك جدا يا هديه. طيب نديكي سؤال كمان على الخريطه بتاعتنا. ماشي. طيب على الخريطه بتاعتنا موجود في محميه عندنا، هنجيبها دلوقتي على الشاشة على السلايد شو هتطلع قدامنا. في محمية رقم 3 محمية أشوف. نقط، شوف المحمية ديت موجودة فوق بحيرة ناصر مباشرة. محمية سلوجة. محمية سلوجة، صح، برافو عليكي. انت شفتيها على الشاشة، عايزين نجيبها لهم على الشاشة يا ريت علشان تبان رقم 3 كل طلابنا تشوفها. محمية سلوجة ممكن نكتبها كمان. تمام تمام، رقم 3 فوق بحيرة ناصر على طول، محمية ايه؟ سلوجة. طيب رقم 4، شايفة رقم 4 موجود برضو من بحيرة ناصر، واحنا كنا لسه مجاوبينها من شوية. محمد قايلها حالا دلوقتي. كان وادي نقط. وادي العلاقي. برافو عليكي، دي على هضبة ايه؟ على هضبة العبازيرة. تمام، برافو عليكي جدا جدا يا هدية، إن شاء الله بإذن الله تجيبي بكرة الدرجة النهائية بإذن الله ويكون امتحان سهل وبسيط طبعا عليكي وعلى كل طلابنا. رقم 5 طبعا عندنا جبل العلبة اللي حضرتك قلته من شوية. تمام. طبعا من الجبال المهمة جدا اللي موجودة عندنا في الجنوب. ورقم 6 تعالوا نبص مع بعض كده، الرأس المهم جدا دايما
رأس الحتة دي، وهنتكلم عن مفهوم الرأس كمان شوية. هي طبعا رأس ايه؟ رأس بناس في طبعا البحر الأحمر. طيب شوف يا دكتور محمد كمان بقى البيئة الساحلية اللي موجودة عندنا، عايزين نعرف مكان رفح ومكان السلوم. تمام، بصوا معايا كده يا شباب، كل طلابنا يبصوا. عندنا مكان ادي رفح اهي، اللي انا بعمل عليها نقطة باللون الأحمر دي رفح، وعلى الخط بتاعها ده هنا هو برضو مدينة اسمها مدينة طابة. تمام، يبقى فوق رفح وتحت موجود مدينة اسمها مدينة ايه؟ طابة. طيب في اقصى غرب مصر مدينة السلوم، دي على الحدود مع ليبيا. دي على الحدود مع ليبيا. تمام مظبوط. تمام ماشي. طيب عايزين كمان نشوف فين المدينة اللي هي موجودة هنا. اللي هي تبقى بور سعيد. تمام كده، يبقى احنا عندنا المدن بتاعتنا رفح، وتحت في على خليج العقبة طابة، عندنا هنا من عند قناة السويس بور سعيد، في غرب مصر السلوم، عندنا البحرين البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس. عايزين نسأل سيف بقى، دكتور محمد من القاهرة معانا، ازيك يا سيف؟ الحمد لله. الو سيف، على صوتك شوية. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. اخبارك ايه في الدراسات؟ كويس الحمد لله. يلا تيجي نشوف مع بعض كده سؤال، عندك سؤال ولا تحب اسألك؟ الحمد لله. عندك سؤال ولا تحب اسألك؟ لا عايز اسأل. طب يلا بص معايا على الشاشة كده، وهنجيب الخريطة، الدكتور محمد جايبها لنا، الخريطة رقم 2 اللي هي منطقة استخراج الذهب رقم 1. تعال نبص مع بعض كده على الشاشة. يلا نبص مع بعض كده، رقم 1 منطقة استخراج الذهب، لسه دكتور محمد قايلها لنا من شوية. ها رقم 1 هنا في الحتة اللي تحت دي، استخراج الذهب. ها المنجم السكري. منجم السكري، برافو عليك. طيب اسأله كمان واحدة دكتور محمد. تمام. يلا رقم 2 هضبت ايه؟ هضبة رقم 2، شوف رقم موجود فين بالظبط. بص على الخريطة اهي، هضبة مرمريكا غربية. ها مرمريكا. تمام مرمريكا، برافو. طيب كفاية ولا نسأله كمان سؤال؟ لا نسأله كمان سؤال، هضبة الجاية كمان. يلا رقم 3 هضبة ايه اللي جنب نهر النيل دي، شايفها؟ هضبة المعادن. تمام، ده شكرا جدا، انا مبسوط منك جدا 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 يا سيف، ومبسوط من كل طلابنا. طيب دكتور محمد، دي الخريطة اللي حضرتك برضو مجهزها لنا، المنطقة استخراج الذهب وهضبة مرمريكا وهضبة المعازة. رقم 4 جبل ايه بقى؟ انا هسألك السؤال ده. الجبل دوت موجود في شبه جزيرة سيناء، في اقصى جنوب شبه جزيرة سيناء، هذا من اعلى القمم اللي موجودة في مصر، وقلنا ده اسمه جبل ايه؟ جبل سانت كاترين. جميل. طيب اسأل استاذ سميح انا بقى. تمام معاك. رقم 5 على الخريطة ده وادي، وادي اسمه ايه؟ احنا كل شوية نقول على الوادي ده، وادي مهم جدا. وادي اسمه وادي العريش، اللي هو طبعا فيه سد هناك اسمه سد الروافع، وده طبعا مهم جدا من اهم السدود اللي موجودة لتجنب خطر السيول. وبيخترق الوادي دوت هضبتين يا جماعة، هضبة التيه وهضبة العجمة، نركز في الاودية بتقطع عنه هضاب. طيب رقم 6 بقى دكتور محمد، رأس نقط. رأس نقط، احنا عارفين ان احنا عندنا 3 رؤوس. تمام، نبص على الخريطة عندي بتاعت الخريطة اللي انا بعملها، وبعد كده نجاوب على السؤال ده. عندنا هنا يا جماعة 3 رؤوس موجودين على البحر المتوسط. اول حاجة عندي هنا هو رأس اسمه رأس الضبعة. ما طبعا كلهم جنب بعض دكتور محمد، فاحنا لازم نركز ما في الاماكن بتاعتهم. اول رأس عندي اقرب رأس لي فرع رشيد هيكون رأس الضبع، ثم بعد كده هو هيبقى فيه رأس تاني اسمه رأس الحكمة، وفي الاخر خالص رأس علم الروم. وفي عندي كمان خلجان موجودين على البحر المتوسط، عندي هنا هو خليج ابي قير اللي موجود قريب جدا من الفرع بتاع رشيد، فرع النيل، يعني نقدر نقول بين فرع رشيد وبين مدينه اسكندريه نفسها. تمام، في المكان ده هنا ابي
القير. طيب الحته اللي نازله قوي ديت اللي جنب الضبع على طول نازله قوي دي، دي هنا هتكون خليج العرب. طيب ما بين بقى الضبعة اللي هو رأس الضبعة ورأس الحكمة هيكون خليج الحكمة. يبقى نركز في الخلجان اللي موجودين على البحر المتوسط، لأن السؤال ده ممكن كمان يجي في إكمل يقول من الخلجان اللي موجودة على البحر المتوسط نقط ونقط ونقط، يا ترى هيكون خليج إيه؟ خليج أبي طير تمام، وخليج العرب وخليج الحكمة. يبقى نركز فيها. هنرجع تاني بقى بعد لما احنا وضحنا الرؤوس والخلجان اللي موجودين على البحر المتوسط نرجع للخريطة بتاعتنا. جميل. ونجاوب على الرأس اللي موجودة على الخريطة اللي عندنا. الرأس كانت رأس ايه؟ رقم كانت رقم 6. هي ترى رأس رقم ايه؟ دي رأس، ايوه انا سمع طلاب بتجاوب بتقول رأس ايه؟ الضبعة. رأس ايه؟ الضبعة. تمام شطار. نشاور عليها بقى دكتور محمد ولا خلاص احنا عملناها؟ رأس الضبعة. رأس الضبعة أيوة في المكان. تمام جميل. هي بعد جميل. خليج العرب على طول. تمام. الحتة اللي نازلة قوي. تمام بعد الاسكندرية. شوف بقى دكتور محمد أنواع تانية من الأسئلة اللي بتجينا في الامتحان. تمام. زي مثلا اكتب ما تشير إليه العبارة، أو بيجي يقول لك اكتب المصطلح العلمي أو المصطلح الجغرافي. طيب تعال شوف مع بعض كده، هو بيجيب لك تعريف كلمة ويبدأ يقول لك الكلمة دي هي إيه أو المفهوم ده إيه. طيب تعال نجرب مع بعض وهنسأل دكتور محمد السؤال ده. اكتب ما تشير إليه العبارة، تعال نشوف مع بعض كده على الشاشة. هي بيئة يقل فيها المطر ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات ويقل بها عدد السكان. طبعا دي بيئة يا دكتور محمد؟ دي طبعا أكيد البيئة الصحراوية أستاذ سميح. بيئة ما فيهاش مطر، بيسود فيها الجفاف والفقر الشديد في النبات، يعني ما فيش نباتات أو تكاد تخلو من النباتات، ويقل فيها عدد السكان. هناخد سؤال تاني طلابنا وهسأله الأستاذ سميح. بيقول أرض خصبة موجودة وسط الصحراء تقوم فيها الزراعة معتمدة على المياه الجوفية، يا ترى هي دي يا أستاذ سميح بقى؟ خدت بالكم دكتور محمد هنا بيحاول يفهم السؤال، هو بيقرأ السؤال وبيحاول يفهمه لك. طيب نعمل ايه في الامتحان؟ لو السؤال موجود قدامك حاول تفهمه، افهم السؤال واقراه مرتين عشان تقدر ان انت تجاوب بشكل كويس. هنا دكتور محمد قال ارض خصبه موجوده وسط الصحراء، خلي بالك فيها الزراعه وتعتمد على المياه الجوفيه. طبعا دي تعتبر الواحات، او المفهوم ده احنا بنقول عليه الواحات. طيب نشوف مع بعض دكتور محمد السؤال اللي بعد كده. توغل لجزء من البحر في اليابس ويتصل بالبحر بفتحة واحدة، طبعا ده ايه دكتور محمد؟ ده هي طبعا هيكون الخليج. احنا عندنا يا جماعة الخليج زي ما اشرنا في الخريطة، عندنا خليج اسمه خليج العقبة وخليج السويس. دول اكتر خليجين هيوضحوا لنا شكل الخليج. احنا مش عايزين نحفظ الخليج او نتلخبط ما بينه وما بين الشرم او ما بينه وما بين الرؤوس الارضية. الخليج ده في ايه؟ جواه ايه؟ الخليج ده عبارة عن ايه؟ مية، صح؟ تمام. طيب المياه ديت موجوده على الخطة بتاعتنا، ممكن نقول كانها صباع، صباع كده موجود ممتد فين؟ مياه داخله جوه اليابس، مياه ممتده جوه اليابس. يبقى لما يجي يعرف يعني ايه الخليج هقول هو توغل لجزء من البحر، مش هو مياه، البحر ده ايه؟ مياه، توغل لجزء من البحر. تمام. جوه ايه؟ جوه اليابس. جوه ايه؟ اليابس. هو ده تعريف الخليج. طيب ناخد سؤال تاني ونسأله الأستاذ سميح. بيقول ايه؟ هو تراكم الأملاح على سطح التربة، ده هيكون ايه؟ ده سؤال مهم جدا. هنا تراكم الأملاح على سطح التربة، ده طبعا الإجابة بتاعته هتكون تملح التربة، ودي من أحد المشكلات اللي موجودة في البيئة الصحراوية. خلي بالك من مشكلات مهمة جدا مشكلة تملح التربة، اللي هو ايه؟ خلي بالك البخار أو المية بتتبخر ويستقر الملح على التربة، وهنا طبعا الارض مش هينفع تزرع، وبالتالي تعتبر من مشكلات البيئة الصحراوية. طيب نشوف يا دكتور محمد بقى السؤال اللي جاي، بس هو مش ليك، هي سلمى من القاهرة. ازيك يا سلمى؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سلمى عاملة ايه؟ الحمد لله. واخبار الدراسات ايه؟ مستعدة؟ تمام الحمد لله. مستعدة طبعا. طيب يلا دكتور دكتور محمد هيسألك السؤال اللي جاي ده، وبعد ما هيسأله لك انا هسألك سؤال تاني اجمد منه. ايه رأيك؟ مش اجمد من سؤال دكتور محمد، لا سؤال اقوى، يعني عايز اختبرك اعملك اختبارات. ايه رأيك؟ ماشي. يلا دكتور محمد جاهزة؟ سلمى جاهزة؟
جاهزة. طيب ده برضو سؤال بيقول اكتبي ما تشير اليه العبارة. يقول تكوينات افرزتها حيوانات بحرية. تكوينات افرزتها حيوانات بحرية دقيقة على طول ساحل البحر الاحمر. ده يا ترى هيكون ايه؟ ده هيكون الشعب المرجانية. تمام برافو عليكي. طيب ممكن اطمع وهسألك كمان سؤال مترتب عليه؟ ماشي. بس يا رب ما يكونش السؤال اللي انا مجهزه لها. ربنا يستر. طب يلا. هيقول بما تفسر نمو الشعاب المرجانيه؟ هو 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 السؤال اللي انا مجهزه لك يا سلمى، بس انا خلاص اخلي دكتور محمد هو اللي يسالك السؤال ده مع ان انا كنت مجهزه لك. ماشي ماشي. بما تفسري نمو الشعاب المرجانيه على ساحل البحر الاحمر مش البحر المتوسط؟ بسبب هدوء وصفاء ودفء المياه. تمام جدا. برافو عليكي جدا. طب انا لو عرفت تعرفي انت تعكسي لي السؤال ده وتخليه من النتائج. يبقى تسألي من النتائج المترتبة على ايوه دفء وصفاء وهدوء المياه. تمام نمو الشعاب المرجانية. برافو عليكي جدا يا سلمى. انت بنت شاطرة جدا. وطبعا انا عايز اسألك سؤال تاني يا سلمى، ايه رأيك؟ يلا تعالي نشوف السؤال على الشاشة. مصدر صناعي للمياه الجوفية يقوم الانسان بحفرها، دي بنسميها ايه؟ فكري. ها المياه الجوفية اللي موجودة في الصحراء بتطلع عن طريق حاجتين، في حاجة منهم ده مصدر صناعي احنا بنحفره عشان نوصل للمية، ده الآبار. برافو عليك يا سلمى. عايز اقولك انا بشكرك جدا وربنا يوفقك، وطلابنا الشطار انا متأكد ناس كتير جدا منكم هتجيب الدرجات النهائية في الامتحان. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان شاء الله رب العالمين هنعمل لكم باذن الله حلقة خاصة، خلي بالكم هنعمل لكم حلقة خاصة وهنشوف يا دكتور محمد الناس الشطار اللي هم متابعيننا في مدرسة على الهواء، برنامج مدرسة على الهواء، بعد النتيجة ان شاء الله تصور لنا كده النتيجة بتاعتك وتبعتها لنا على الصفحة بتاعتنا برنامج مدرسة على الهواء، وهنجيب الطلاب الشطار اللي جابوا الدرجات النهائية بإذن الله أنا ودكتور محمد ونعمل لهم حلقة خاصة، وطبعا نحتفل معاهم بالدرجات النهائية دي إن شاء الله هنعملها بإذن الله. وحاسس إن سلمى هتكون واحدة منهم بإذن الله. شكرا يا مستر. شكرا يا سلمى، ربنا يوفقك إن شاء الله بكرة. طيب دكتور محمد هسألك بقى سؤال تاني مهم جدا. صناعة يدوية تقوم على صوف الأغنام في البيئة الصحراوية، دي أكيد هتكون السجاد اليدوي. نعرفين ان الصناعات الحرفية اللي موجودة في البيئة الصحراوية عندنا صناعة السجاد اليدوي، ودي بتعتمد على الصوف اللي موجود في الحيوانات زي الاغنام والوبر اللي متوفر في البيئة الصحراوية، بالاضافة طبعا لصناعة حفظ وتعليب الطمور اعتمادا على انتشار اشجار النخيل اللي موجودة في البيئة الصحراوية. هناخد سؤال تاني بقى واسأله انا الاستاذ سامي. بيقول السؤال تدهور التربة الزراعية وتناقص قدرتها على الانتاج او انتاج النبات. طبعا السؤال دكتور حامد بيتكرر كتير جدا جدا. تمام. تدهور التربه الزراعيه وتناقص قدرتها على الانتاج ده التصحر. مظبوط. ده نقطه او سؤال مهم جدا. طيب نشوف مع بعض دكتور محمد سؤال اخر. خليج ذو مدخل او ذي مدخل ضيق متعمق في اليابس. طيب نخلي بالنا من السؤال ده لان هو بيقول لك اصلا هو بيقول لك خليج. بيقول لك خليج، ما ينفعش انت تيجي تقول لي ايه اللي انت مجاوب وتقول لي ايه خليج برضه. ماشي، عندنا ثلاث مظاهر، عندنا خليج وعندنا الشرم وعندنا الرأس الأرضية. فطبعا لما يجي يقول لك جزء من البحر متعمق في اليابس يبقى ده كده خليج، لكن لما هو يبتدي اصلا السؤال بتاعه بيقول لك خليج، بيقول لك هو يعني بيشيل لك اجابه، بيحذف لك اجابه. ما ينفعش اقول له الخليج. تمام، ما ينفعش تقول له الخليج، يبقى هو كده ريحنا، يبقى ده هتكون اجابته هتكون اجابه ايه؟ الشرم. اجابه ايه؟ الشرم. ناخد سؤال كمان. طيب سؤال بيقول مجاري مائيه كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت. طبعا السؤال ده استاذ لسه مجاوبينه من شويه. طبعا الاوديه الجافه، والسؤال اللي جاي بقى اصعب من ده. تحريك الرياح لكميات كبيره من الرمال من مكان الى اخر. طبعا ده هيكون احدى المشكلات اللي بتعاني منها البيئه الصحراويه، وهي حركه الرمال، وبيترتب عليها اثار سيئه جدا، منها ردم الابار، منها تدهور الحقول الزراعيه وتعطل حركه المرور. طيب سؤال لما يجي لي طلابنا الشطار، خلي بالك من السؤال اللي جاي ده، لما يجي لي طلابنا الشطار ويقول لي ما النتائج المترتبه على حركه الرمال، ايه النتيجه المترتبه على حركه الرمال؟ هقول عندي اول حاجه ردم الابار، اتلاف المحاصيل الزراعيه، تعطيل او نقول تراكم الرمال على الطرق
وتعطيل حركة النقل. طبعا ده ما ينفعش يا دكتور محمد ان انا كنت اسيب الحتة دي، لازم اكيد طبعا اوضحها عشان بتيجي في امتحانات كتير جدا. طيب ده سؤالك ماشي ولا سؤالي انا؟ اي هسألك. رياح شديدة وامطار غزيرة تتسبب في تقلب الجو مما يؤدي الى تعطل الملاحة وتوقف عمليات الصيد واغلاق الموانئ. دي بنسميها دكتور محمد، دي بتسمى النوة. طبعا لو اهالي اسكندرية موجودين اكيد هيكونوا عندهم معلومات كبيرة جدا ويفيدونا عن النوة دي بتعمل ايه. رياح شديدة، هواء شديد جدا، الامواج بترتفع، سقوط امطار، الحاجات دي كلها بتسمى الرياح دي بتسمى ايه؟ النوة، وبتهب على البحر الايه؟ المتوسط. جميل. طيب سؤال كمان. طيب نوع تاني بقى من الاسئلة، نوع جديد من الاسئلة، نوع جديد من الاسئلة واحنا كنا مجاوبينه في الخريطة بتاعتنا، بيقول اكمل ما يلي: تبلغ مساحة الصحراء نقط 68% من مساحة مصر. طبعا دكتور محمد قالها لنا من شوية، الصحراء الغربية ودي اكبر صحراء موجودة. طيب دكتور محمد، من اهم جبال الصحراء الغربية جبل نقط. اكيد طبعا هيكون جبل العوينات، وده جبل موجود في اقصى جنوب مصر وبيمتد بين ثلاث دول اللي هي مصر وليبيا والسودان. طيب في هضبة تقع في شمال غرب الصحراء الغربية يا أستاذ سميع. طيب ممكن حضرتك قبل ما جاوب السؤال ده دكتور محمد تشاور لنا على شمال غرب وجنوب غرب على الخريطة، عشان ده بيلخبط ولاد كتير قوي. طيب بس ما تجاوبش السؤال انا اللي هجاوبه. حاضر. بس تقول لنا فين الشمال الغربي وفين الجنوب الغربي للصحراء الصحراء الغربية. تمام. بص معايا يا طلابنا الاعزاء على الخريطة بتاعتنا، واحنا عارفين الاتجاهات الأصلية بتاعتنا اللي درسناها من واحنا في سنة رابعة. تمام. عارفين ان ده هنا الشمال، وعارفين ان ده الشرق، وهنا الجنوب، وهنا الغرب، ودي الاتجاهات الأصلية. طيب ما بين الشمال والشرق يبقى ايه؟ شمال شرقي. الشمال شمال شرقي. الشرق. جميل. طيب ما بين الشمال والغرب هيكون الشمال ايه؟ الغربي. طب ممكن بقى تطول السهم بتاع الشمال الغربي ده عشان نوصل للهضبة اللي انا هقولك اسمها ايه؟ تمام. نطلع فوق. ايوه جاوبها دكتور محمد. خلاص تجاوبها بقى. اسمها طبعا الهضبة اللي فوق اسمها هضبة مرمريكا او ماري مريكا اللي موجودة في الشمال الغربي. تمام. طيب نشاور دكتور محمد على الجنوب الغربي عشان فيه جبل وهضبة جنب بعض. تمام. ادي ده الجنوب وادي الغرب، يبقى انا هنا اهو اهو سهم اهو متقطع. تمام. وماشي ننزل تحت ده الجنوب اسمه الغربي. الجنوب الغربي. هايل. جميل. وبيشير الى جبل نقط وهضبة نقط السماء. جبل العوينات وهضبة العوينات. الجولف الكبير وهضبة الجولف الكبير. جميل. يبقى هنا السؤال دكتور محمد، انا بشكرك جدا على التوضيح الهايل، بس فاضل نقطة صح حضرتك عايز تقولها لنا؟ اللي هي الجنوب الشرقي. ما بين الشرق والجنوب طبعا انا ببتدي دايما يا اما بالشمال يا اما بالجنوب. هنا هوت هتكون الجنوب الشرقي. الشرق. طيب اذا السؤال ده دكتور محمد سأله لي من شوية، تقع هضبة نقط شمال غرب الصحراء الغربية، فوق خالص هي هضبة مرمريكا، نشوفها مع بعض على الشاشة. طيب يعتبر جبل نقط دكتور محمد اعلى جبال البحر الاحمر. طيب ولازم هنا زي ما قلنا نقرا السؤال لحد اخر نقطة. خدت بالك لما قلت لك الاحمر؟ طبعا مش اكيد مش جبال مصر كلها. طبعاً. جبال البحر الاحمر. جبال ده البحر الاحمر. تمام. ده هيكون اكيد جبل الشايب. جميل. طيب بتؤدي ندرة المطر المية يعني في البيئة الصحراوية الى قلة ايه يا استاذ سمير؟ مفيش مطر، يبقى قلة النباتات الطبيعية اللي موجودة عندنا. قلة النباتات الطبيعية اللي موجودة في البيئة الصحراوية. طيب سؤال تاني بقى، يقطع وادي العلاقي هضبة نقط بالصحراء الشرقية. اكيد هيكون هضبة العذبدة اللي موجودة في قرب جنوب مصر. جميل. طيب تعتبر محافظة نقط هي اكبر المحافظات الحدود اللي فيها سكان. انت فاكر لما عملنا السؤال ده في الحلقه؟ تمام. كان رد فعل كان كبير جدا، كان جميل جدا. طبعا هي شمال سيناء قدامنا على الشاشه، اكبر محافظه فيها سكان في محافظات الحدود. اقوله لكم بسرعه، خلي بالك محافظات الحدود، طالما قلنا شمال سيناء هنقول شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، والبحر الاحمر. ركز كويس. طيب حرفة نقط يا دكتور من الانشطه التقليديه التي يقوم بها سكان البيئة الصحراوية. زي ما استاذ سميح كده هوت واكد على كلمة التقليدية، لان هي لازم تكون موجودة في البيئة الصحراوية، هي حرفة الرعي. جميل.
طيب سؤال تاني بيقول اقيم مشروع استزراع الكثبان الرمليه، ان انا بزرع على الرمل الكثبان الرمليه جنوب واحد نقط. بص جنوب بقى واحد ايه يا استاذ؟ بص بقى يا دكتور محمد، هي الواحات في نقطتين عندنا في الجغرافيا، وعايز طلابنا الشطار يركزوا معايا في الحته دي. هنا لما يقول لي مشروع استزراع الكثبان الرمليه فده موجود في جنوب واحد سيوة زي ما هو قدامنا على الشاشه. لكن لما يقول لي من المزارات السياحيه في البيئه الصحراويه، عندي الصحراء البيضاء فين؟ في واحد الفرافرة. يبقى في حاجتين، سيوة والفرافرة. جنوب واحد سيوة هي استزراع الكثبان الرملية في سيوة. طيب الصحراء البيضاء من المزارات السياحية دي موجودة في الفرافرة. طب لما يجي لك سؤال، وده هسأله دكتور محمد حالا وهشوفه هيجاوبه لنا ولا لا، اكيد طبعا هيجاوبه لنا وباستفاضة شديدة. لما يجي دكتور محمد يقولي ليه احنا بنزرع الكثبان الرملية جنوب واحد سيوة؟ ليه بنزرع الكثبان الرملية على جنوب واحد سيوة؟ انا ما بحبش ان انا احفظ، انا بحب ان انا افهم. جميل. دلوقتي انا لو موجود، وحتى تخيلوا كده ان انا حاطط شوية ورق كده كتير على الترابيزة بتاعتي ومفتح مثلا المروحة، بيحصل ان الهواء هيطير. طب عشان احافظ عن الهواء ده ما بيطيرش، بقوم ماسك حاجة تقيلة وبحطها على الورق بتاعنا علشان ما يطيرش. نفس الفكرة دي اللي انا بعملها على الكثبان الرملية. الكثبان الرملية بمال ناعمة قوي، مفككة مش متماسكة، بتطير مع الرياح. فعلشان اقلل من حركتها واثبتها، بزرع عليها الاشجار بتاعتي، اشجار النخيل والنباتات، علشان اعمل ايه؟ عشان اتحكم في الحركة بتاعت الرمال واراقب حركتها على الطرق. تمام؟ يبقى الاجابة ايه بقى هتقول؟ هتكون لمراقبة حركة الرمال على الطرق وتثبيت تثبيت الرمال. تمام. يبقى تثبيت الرمال، نقول لتثبيت الرمال زي ما دكتور محمد ما شرحها لنا وفهمها لنا بشكل جميل جدا. متاكد ان السؤال ده لو جالك بكره في الامتحان، اللي هم سكان القاهره والمحافظات التانية اللي عندهم امتحان بكره، مش هتنساها. افتكر الكثبان الرمليه اللي بتطير عن طريق الرياح بالورق اللي دكتور محمد قال لك عليه اهو، الورق عشان ما يطيرش حط حاجه تقيله عليه او ثبته. طيب يبقى هنا نقول واحد سيوة او جنوب واحد سيوة فيها مشروع استزراع كثبان الرملية. طيب سؤال ليك يا دكتور محمد. تمام. من اهم النباتات الطبيعية على ساحل البحر الاحمر، النباتات دي بتتمثل في ايه؟ عندنا اشجار، هم حاجتين، اشجار الغرقد واشجار المنجروف. تمام. ونركز على، خلي بالنا اسمها المنجروف. تمام. طيب. عارف يا دكتور محمد، يعني لما انا بصيت في امتحانات المحافظات السنه اللي فاتت، لقيت ان دايما تتكرر شجيرات المانجروف، ويقول لك ايه، على البحر الاحمر ولا على البحر المتوسط؟ فطبعا احنا بنقول ان هي على البحر الاحمر. طب من اهم الاشجار الموجوده على البحر المتوسط الزيتون، ودي طبعا من الاشجار المهمه جدا، والتين كمان. مظبوط، والتين. طب لو جه قال لي نقط ونقط، نقول التين. التين والزيتون. جميل. ده حتى مجاي من القرآن يعني. التين والزيتون. طيب تعيش قبائل نقط، انا بقى اللي هجاوب ولا انت؟ طب اولا تعيش قبائل نقط في الصحراء الغربية، نركز في السؤال. تمام. ويتركزون في محافظة نقط، انا بسأل سؤال دبل. خلي بالك ده دكتور محمد جايب لي سؤال صعب. هو تعيش قبائل نقط، قبائل اولاد علي في الصحراء الغربية. في الصحراء الغربية يتركزون، موجودين كتير قوي في محافظة مطروح. نشوف الإجابة، أولاد علي ومحافظة مطروح. طب أقول لك على حاجة دكتور محمد، أقول لك على حاجة، قبائل العبابدة موجودة فين؟ في الصحراء الشرقية. تمام. يبقى احنا هنا لازم نركز ونقرأ السؤال بعناية جدا علشان نشوف السكان دول أو القبائل دي موجودة في الصحراء الغربية ولا في الصحراء الغربية ولا في الصحراء الشرقية. لو الغربية تبقى أولاد علي، أما لو الشرقية هتكون قبائل العبابدة. تمام. طيب سؤال بيقول تاني، تتعرض السواحل الشمالية لرياح شتوية شديدة، تسمى إيه يا أستاذ سمير؟ طبعا الرياح اللي موجودة دي اللي هي الرياح الشتوية دي نوة. طبعا دي نوة اللي قلناها من شوية دكتور محمد، وقلنا إن هي بتسبب أمطار شديدة جدا. طب لو قلت لك يا دكتور محمد الرياح اللي بتأتي في فصل الربيع أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل وتسبب إتلاف المحاصيل الزراعية، دي بنسميها رياح إيه؟ رياح الخمسين، وديت لسه إحنا متعرضين ليها قريب. طيب توجد سلاسل نقط على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر. طيب والسؤال ده مهم جدا، بتوجد السلاسل إيه؟ التلال الجيرية.
والتلال الجيرانية دي بقى انا هسأل بيها استاذ سميح سؤال مهم قوي. التلال الجيرية دي ايه اهميتها استاذ سميح؟ لما تفسر اهمية التلال الجيرية. هقول التلال الجيرية دي بتوجد زي ما دكتور محمد مال على الساحل الشمالي الغربي لمصر، ولها اهمية كبيرة جدا في تخزين مياه الامطار والاستفادة منها في حفر الابار. يعني الاماكن دي اول ما المطر بينزل بتشفط المية وتخزنها في باطن الارض في المياه الجوفية، فاحنا بنحفر ابار فيها ونوصل طبعا للمياه دي ونستخدمها في الزراعة. طيب من اهم مناطق استخراج البترول في مصر منطقة خليج ناط. خليج اكيد منطقة خليج السويس اللي بستخرج منها البترول في مصر. طب ممكن دكتور محمد بسرعة كده تبين لنا على الخريطة خليج السويس اللي هو عنده طبعا منطقة استخراج البترول وحقل ابو ماضي اللي هو بتاع الغاز الطبيعي اللي موجود في شمال الدلتا. تمام. هنا يا جماعة زي ما احنا عارفين ان ده خليج السويس، ده خليج السويس وده بيستخرج منه البترول. طيب اما حقل ابو ماضي اللي موجود في شمال الدلتا ده هنا اللي هو الحقل بتاع الغاز الطبيعي، حقل ابو ماضي. معلش انا اسف لتداخل البيانات اللي موجودة على الخريطة، بس احنا نشاور عليه شمال الدلتا اللي هو حقل في شمالي شمال الدلتا. تمام. حقل ابو ماضي. تمام. وده بيستخرج منه الغاز الطبيعي. نشوف بقى دكتور محمد سؤال بما تفسر نشوفه مع بعض، والسؤال ده طلابنا الشطار ناس كتير بتزعل منه وناس كتير تقول لك ده انا ما اعرفش اجاوب السؤال ده، ولكن نخلي طبعا سؤال بما تفسر السؤال الشيق جدا اللي احنا كلنا مش هنخاف منه. بعد الفاصل هنطلع فاصل بسرعة ونرجع نكمل مراجعة ليلة الامتحان دراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي. رجعنا لكم مرة تانية طلابنا الشطار مكملين مراجعة ليلة الامتحان صف السادس الابتدائي، ومعايا دكتور محمد منورنا النهاردة واسئلة قوية جدا. هناخد بسرعة بما تفسر ونشوف الاسئلة تيجي ازاي والنتائج المترتبة، ونجهز لكم بقى مراجعة قوية جدا للتاريخ. وعايز اقول لكم اخر نص ساعة من الحلقة احنا جايبين لكم امتحان هنحله مع بعض علشان ما نخافش خالص من الاسئلة وما نخافش من الامتحانات اللي بتجيلنا ونبقى دايما مطمنين. طيب بما تفسر دكتور محمد نظرة النباتات الطبيعية في البيئة الصحراوية. أكيد لازم عشان يطلع نبات لازم يكون فيه توافر كمية من المطر، يبقى ليه بما تفسر نظرة النباتات في البيئة الصحراوية لقلة الموارد المائية وعدم وجود تربة خصبة صالحة للزراعة. طيب سؤال كمان لأستاذ سميح بيقول بما تفسر تسمية محافظات الحدود بهذا الاسم. تسمية محافظات الحدود طلابنا الشطار بهذا الاسم لأنها بتقع على الحدود بين مصر طبعا والدول المجاورة. يبقى أنا دكتور محمد، دكتور محمد هقول لنا بقى اللي هي محافظات الحدود اللي هي كام محافظة دكتور محمد؟ احنا عندنا محافظات الحدود بتاعتنا 5 محافظات، والحدود بتاعتنا هي الحدود اللي موجودة على ايه؟ على مصر بيحدها من جهة الغرب دولة ليبيا، يبقى عندنا هنا هو مطروح ووادي الجديد. كمان عندنا في الجنوب هو بيحدها دولة السودان، وفي من ناحية تانية البحر الأحمر يبقى عندنا كمان برضو محافظة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء فوق بتنقسم لحاجتين شمال سيناء وجنوب سيناء، وهم دول 5 محافظات بتاعة الحدود في البيئة الصحراوية. طيب دكتور محمد بقى في سؤال من النتائج المترتبة على ده سؤال مهم جدا وبرضه ما نخافش منه أبدا، النتيجة المترتبة إيه الحاجة اللي حصلت بعد كده؟ طب لما يجي لي سؤال يقول لي مثلا انتشار الرمال الناعمة على ساحل البحر المتوسط، خلي بالك الرمال الناعمة اللي موجودة عندنا زي ما انتم شايفين على الشاشة انتشار الرمال الناعمة على الساحل البحر المتوسط في الشمال الغربي، ايه النتيجة المترتبة عليها يا دكتور محمد؟ طبعا انشاء الكرة والكرة والمدن الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط. في سؤال مهم جدا يا جماعة. في سؤال كمان دكتور محمد بقى اللي هو يعني ارتفاع النتيجة المترتبة على ارتفاع حرارة المياه وصفائها على ساحل البحر الاحمر. طبعا ده هيكون نمو الشعاب المرجانية. يبقى هنا هو عايزين ما نخافش من سؤال من النتائج المترتبة على، لان هو سؤال عكس ده ما تفسر بيقول لك
ايه النتيجة اللي ترتبط على كده؟ النتيجة ترتبط على متابعتكم لينا طول الترم، متابعتكم للمذاكرة والامتحانات، ده كله هيؤدي الى ان شاء الله الدرجة النهائية في الامتحان. يعني ما نخافش دايما من سؤال ما النتائج خالص، يعني دايما دكتور محمد بما تفصل دايما بيكون يعني في الغالب بيكون عكس النتائج المترتبة على الاعلى والعكس. مظبوط. طيب استنى. التاريخ طبعا تاريخنا الجميل عندنا مراجعة قوية جدا دلوقتي اول نص ساعة على التاريخ العظيم عندنا، وهنبدأ زي ما قلت لكم كمان من شوية عندنا النص التاني من الحلقة هنبدأ ان احنا نجاوب الامتحان. طيب سؤال ده دايما بيتكرر دكتور محمد وبنشوفه امتحانات كتير قوي، من هو او لمن تنسب الاعمال التالية؟ تيجي نسأل دكتور محمد اول سؤال عندنا، من هو أول معتمد بريطاني في مصر بعد الاحتلال؟ أول معتمد بريطاني في مصر وأصبح هو الحاكم الفعلي هو اللورد كرومر. يبقى عندي هنا هو لما يقول من هو، يعني مثلا من هو اللي بيذيع الحلقة النهاردة؟ هيقول لك أستاذ سميح. طيب ودكتور محمد طبعا ودكتور لا إزاي تمام. يبقى من هو سؤال دوت سهل جدا وسؤال بسيط، مين هو المعتمد البريطاني في مصر الحاكم الفعلي؟ هو هيكون اللورد كرومر. هناخد سؤال تاني واسأله انا بقى الاستاذ سميح، بيقول من هو انشأ المدارس الليلية لتعليم الفقراء والعمال مجانا؟ بصوا بقى في هنا شخصية جميلة جدا اسمه محمد فريد. محمد فريد ده عمل حاجتين دايما بيجوا في الامتحان، خلي بالك محمد فريد عمل حاجتين، دعا الى رفض مد امتياز شركة قناة السويس، خلي بالك، والحاجة التانية اللي هو السؤال اللي الأستاذ دكتور محمد بيسأله لي دلوقتي انه انشأ المدارس الليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا. محمد فريد عمل الحاجتين دول، خلي بالك عشان السؤال ده بيتكرر كتير جدا. يبقى هنا الإجابة دكتور محمد عندنا هو محمد فريد. طيب رمز الإخلاص والتضحية طبعا. ثلاثة، بدأ في عهده تجنيد أولاد العمد والمشايخ، ده طبعا هيكون الخديوي سعيد باشا. سعيد باشا هو اللي بدأ في عهده تجنيد اولاد العمد والمشايخ. طيب. طيب في حاجه انا دكتور محمد عايز اقول لك عليها، ان التحق عرابي بالجيش في عهد سعيد باشا تمام، وترقى الى امير لاي في عهد توفيق. هو طبعا يعني عايزين نفتكرها بسعيد باشا، ده هو لما دخل الجيش يعني كان سعيد، عشان كده احمد ضرار لما دخل الجيش كان سعيد في عهد طبعا محمد سعيد، اوعى تنسى الحته دي، كان سعيد لما دخل الجيش في عهد محمد سعيد. طيب اترقى بقى لرتبة امير لاي في عهد الخديوي توفيق تمام. طيب السؤال وقام بالمظاهره ضده ايه؟ وقام بالمظاهره ضده مصاب مظاهره سبتمبر. طب بدا احمد عرابي كفاحه ضد الاتراك في عهد الخديوي اسماعيل تمام صح تمام، وطلب انه يكون في مساواه ما بين ابناء مصر والاجناس الاخرى من الاتراك والشراكس. مش عارف ليه عندي احساس انه هيجيب واحده من دول في الامتحان. تمام لازم يعني نركز واحده من الثلاثه دول من الكفاح احمد عرابي ايام الخديوي اسماعيل وكفاح احمد عرابي ايام الخديوي توفيق، وهو اصلا دخل الجيش او التحق بالجيش في عهد الخديوي سعيد وكان سعيد في عهد محمد سعيد. طيب قاد مظاهره عابدين على طول، قاد مظاهره عابدين دكتور محمد السلميه الزعيم احمد عرابي في 1881. طيب السؤال اللي بعد كده بقى، دعا لانشاء مجلس نيابي. ده شخصيه عظيمه برضه محمد فريد. طيب يعني ممكن نزودها للحاجتين في حاجه ثانيه برضو من مطالب مظاهره عابدين، ان هو ان احمد عرابي كمان طلب برضو بانشاء مجلس نيابي، فاحنا كده عندنا هنا هو. طب ما تيجي نقول مطالب فيه. مطالب الثوره العربيه بسرعه. طيب اول حاجه في مطالب الثوره العربيه هي عزل وزاره رياض باشا المستبد اللي دفعت ضرائب كتير جدا. انا هقول هو من دكتور محمد هيشرح لنا الحته دي. طيب يلا نقولها تاني دكتور محمد. طيب. عزل وزاره رياض باشا اللي فرضت ضرائب كتير قوي على المصريين، انشاء مجلس النواب، مجلس النواب اللي هو زي دلوقتي عندنا اللي هو الشعب والشورى، زياده عدد الجيش عن 18000 جندي تمام، لان كان عدد الجيش كان قليل جدا وكان في يعني تصريح لعدد للضباط المصريين او الجيش المصري ما كانش ليه قوه او ليه وجود كبير، فطالب احمد عرابي بان هو يثبت وجود الجيش ويزيد عدده ل 18000 جندي. طيب ناخد سؤال كمان، رئيس امريكي اعلن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ده الرئيس الامريكي اسمه ويلسون، ونركز ويلسون ولا نيلسون؟ هو ويلسون. ناس كتير بتتلخبط طبعا ويلسون ونيلسون لو جت اختيارات كمان بالذات. طيب السؤال كويس، رفض مد امتياز شركه قناه السويس لسه قايلينها طبعا. طبعا مين الزعيم رمز الاخلاص والتضحيه؟ محمد فريد. طيب تمام. طيب سؤال كمان انا هساله بقى استاذ سميح،
تولى حكم مصر بعد اغتيال السادات. خلي بالك بقى نائبه محمد حسني مبارك. وهنا عايز اقولك على معلومة مهمة جدا، خلي بالك من الحتة اللي جاية دي. لما يقول لي حكم مصر بعد اغتيال السادات هقول له مين؟ هقول له محمد حسني مبارك. تمام. طيب لما اقول تولى حكم البلاد بعد ثورة 25 يناير، لا هيبقى المستشار عدلي من 25 يناير. لا 25 يناير محمد مرسي. محمد مرسي. لكن بعد عزل محمد مرسي، عزل محمد مرسي هيكون المستشار عدلي منصور. طبعا الشخصيه العظيمه انا بحبه جدا الشخصيه عدلي منصور. اكيد طبعا. طب بعد عدلي منصور ما مسك سنه تقريبا سنه كده، تمام، الانتخابات اجريت الانتخابات واتعمل دستور جديد 2014 دكتور محمد، وتم توليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. تم فوزه في الانتخابات وحكم مصر 2014. اذن دكتور محمد هنا بعد اغتيال السادات تولى محمد حسني مبارك. سؤال بعد كده بقى، اسس تنظيم الضباط الاحرار في مصر. طبعا هيكون رئيس الراحل او الاسبق جمال عبد الناصر. طيب سؤال كمان بيقول، شكل اول حكومه دستوريه في مصر عن 1924. خلي بالكو بعد تصريح 28 فبراير 1922 اجريت الانتخابات وفاز حزب الوفد برئاسه سعد زغلول، وشكل سعد زغلول اول حكومه دستوريه في مصر سنه 1924. اذا الشخصيه دي هو سعد باشا زغلول. طيب اسس جريده اللواء 1900. طبعا هيكون الزعيم مصطفى كامل. وطبعا عمل كمان الحزب الايه؟ عمل الحزب الوطني طبعا. تمام. سنه 1907. طب اسالك دكتور محمد، هو مصطفى كامل تسبب في عزل مين؟ في عزل اللورد كرومر اللي احنا قلناه المعتمد البريطاني بعد حادثه اليمه جدا هي حادثه دونشواي 1906. تمام. طيب جميل جدا. نشوف مع بعض، اسس بنك مصر عام 1920. طبعا ده دوري المفروض اجاوبه ولا تجاوب دكتور محمد؟ اقول انا بقى معلش المره دي. هو طلعت حرب اللي حرر مصر او حرر الاقتصاد المصري من راس المال الاجنبي واعتمد على رؤوس اموال وطنيه. جميل. طيب تولى السلطه بعد عزل محمد مرسي عام 2013 استاذ سميح. طبعا هو هنا المستشار عدلي منصور، طبعا رئيس المحكمه الدستوريه العليا. اتخذ قرار بحرب اكتوبر 1973. طبعا هو الرئيس محمد انور السادات. جميل. طيب. زعيم وطني تم نفيه لجزيره مالطا. سعد باشا زغلول. دي الاول مره. طب تاني مره يا دكتور محمد؟ طبعا كانت جزيره سيشل. فبقول لك اقول لك على حاجه دكتور محمد، ما النتائج المترتبه على نفي سعد زغلول للمره الثانيه لجزيره سيشل؟ تجدد الثوره وابتدى طبعا الشعب ان هو يقاطع البضائع الاجنبيه. تمام. وده اربك قوات الاحتلال، فتم الافراج عنه من جزيره سيشل اللي هي الثاني مرة. واول مره كان جزيره مالطا. طيب نشوف سؤال اخر، ضع علامه صح او علامه خطا مع تصويب الخطا. هنا بقى طلابنا الشطار دايما في السؤال ده بنقول لكم ركز كويس في قراءه السؤال. لما يجي لك سؤال زي كده لازم اقرا السؤال كله علشان اشوف هو في الاخر بيقول لي مع التصويب ولا لا. لو قال لي مع التصويب بعمل خط تحت الكلمه الخطا واكتب جنب السطر طبعا التصحيح بتاعها، لكن لو العبارة صحيحة بعمل علامة صح او بكتب كلمة صح على حسب ما هو جاي في السؤال اللي موجود قدامي. اذا مع تصويب الخطأ ما ينفعش نيجي عند الكلمة الخطأ ونقعد نشخبط عليها ونلونها بالاسود كده او بالازرق، طبعا ما ينفعش. طيب نشوف مع بعض السؤال اللي جاي دكتور محمد، تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل بعد الاتفاق الودي مع انجلترا 1904. طبعا دي اجابة صحيحة، لان فعلا فرنسا تخلت عن مساندة مصطفى كامل والقضية المصرية بعد الاتفاق الودي اللي كان مع انجلترا. هدي سؤال تاني، دول سؤال تاني استاذ سميح هيجاوبه لنا. بيقول طالب احمد عرابي باقالة وزارة الشريف باشا، صح ولا غلط؟ ما ننساش مع التصويب. طبعا احنا قلنا من شويه مطالب الثوره العربيه، قلنا اقاله وعزل وزاره رياض باشا. اذا هنا الاجابه خاطئه، هنعمل خط تحت كلمه شريف باشا وهنكتب جنبها رياض باشا. طيب ثلاثه، اصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير 1922 دكتور محمد واعترفت فيه باستقلال مصر. طبعا الاجابه صحيحه، هي فعلا اعترفت باستقلال مصر. جميل. طيب ناخد سؤال كمان، بيقول اسس طلعت حرب
بنك مصر 1920 برؤوس أموال أجنبية. طبعا أول ما أشوف كل ده أروح جاري بسرعة وعمل علامة صح، لكن طبعا أنت بتقع في الخطأ. ليه؟ لأنه هو قال هو فعلا أسس ثورة حرب بنك مصر، وفعلا دكتور محمد 1920، لكن في كلمة أخيرة في السؤال غيرت السؤال كله، وهي أموال أجنبية، ولكن دي طبعا أموال وطنية. خلي بالك من الحتة دي. لازم طيب. يقول السؤال لحد آخر نقطة. طيب، كان إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري أحد إصلاحات ثورة 1952. طبعا هنا إجابة صحيحة، فعلا النظام الملكي ألغى نظام الملك فاروق إعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس للجمهورية. احتلت إسرائيل دكتور محمد الضفة الغربية لقناة السويس بعد عدوان 67. ركز السؤال دوت وأنا عايز أقرأه مرة كمان. بيقول احتلت إسرائيل الضفة الغربية لقناة السويس بعد عدوان 1967. طبعا دي هنا هتكون إجابة خاطئة، لأن هي مش الضفة الغربية، هي الضفة الشرقية لقناة السويس. أما الضفة الغربية كانت لنهر الأردن. يبقى هنا لازم أرجوكوا تقروا السؤال مرة واثنين من غير تسرع علشان تاخدوا الدرجة بتاعة السؤال وما تخسروهاش. ناخد سؤال كمان صح وغلط. بيقول كان انتشار الفساد في مؤسسات الدولة سبب لقيام ثورة 25 يناير 2011. طبعا إجابة صحيحة دكتور محمد، فعلا انتشار الفساد وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، تزوير الانتخابات في مجلسي الشعب والشورى 2010 وسيطرة الحزب الوطني، كل دي أسباب لثورة 25 يناير 2011. طيب نشوف سؤال آخر. تولى مصطفى كامل زعامة الحركة الوطنية المصرية أواخر القرن 18 الميلادي. طبعا إجابة خاطئة، وديت إجابة الإجابة هتكون القرن 19 الميلادي. جميل. طيب، تعديل دستور 2012 وصدور دستور يناير 2014 من نتائج ثورة 30 يونيو 2013، صح ولا غلط؟ طبعا دكتور محمد عبارة صحيحة. وهنا بقى نكمل بقى دكتور محمد، وفوز المرشح عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية. طيب تمام. رقم 10، تم عقد مؤتمر الصلح في بريطانيا. طبعا ده سؤال غلط، دي آخر كلمة هي اللي غلط، لأنه قام في فين؟ في باريس. طيب يبقى نعمل خط دكتور محمد تحت كلمة بريطانيا. تمام. ونكتب باريس. طيب ده دورك. تمام. طيب. كانت حادثة دنشواي سبب في عزل اللورد كرومر. تمام. حادثة دنشواي كانت سنة 1906، وكانت فعلا من النتائج بتاعتها هو عزل اللورد كرومر أقوى وأول معتمد بريطاني في مصر. طيب السؤال بعد كده، لا ده السؤال دورك انت بقى. طيب. تآمرت انجلترا وفرنسا واسرائيل على مصر بعد تأميم شركة قناة السويس. طيب السؤال ده هنا ممكن يجي يقول فيه ما النتائج المترتبة على تأميم شركة قناة السويس، وهي هيكون حدوث العدوان الثلاثي سنة 56. يبقى هنا يا جماعة الإجابة هنا هتكون إجابة صحيحة، والسؤال ده بيجي في ما النتائج المترتبة على تأميم شركة قناة السويس، هيبقى حدوث ايه؟ تعرض مصر للعدوان الثلاثي سنة 56. تمام. طيب نشوف مع بعض بقى دكتور محمد، أدت الامتيازات الأجنبية إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. طبعا أدت التدخل الأجنبي في شؤون مصر، والإجابة إجابة صحيحة. تمام. طيب نجحت القوات البريطانية في دخول مصر عن طريق قفر الدوار. لازم بقى أقف عند النقطة دي يا دكتور محمد. ليه بقى؟ لأن هنا بيقول لي عند قفر الدوار لم تنجح القوات البريطانية ان هي تعدي وتدخل القاهرة، ولكن نجحت في ايه بقى؟ خلي بالك، نجحت بعد معركة التل الكبير. تمام. طب هنا هنعمل ايه؟ طبعا الإجابة خاطئة، هنشيل كلمة نجحت ونقول مكانها كلمة فشلت، بس لازم نعرف ان هي نجحت بعد التل الكبير. طيب وقعت مصر اتفاقية السلام مع انجلترا 1979 لاستعادة أراضيها المحتلة. طبعا هنشيل كلمة إنجلترا ونحط إسرائيل، ودي طبعا أحد نتائج دكتور محمد حرب أكتوبر 1973. هي دكتور محمد، هي حرب 73 كانت مين يعني، مين ضد مين في حرب أكتوبر 73؟ كانت مصر بالتعاون مع بعض الدول العربية زي سوريا، ماشي، ضد إسرائيل. وطبعا حققت مصر فيها انتصار كبير جدا على العدو الإسرائيلي، وقدرت ان هي ترجع اراضيها شبه جزيرة سيناء،
وكمان عودة الملاحة في قناة السويس ورد كرامة الجندي المصري ونظرة العالم تغيرت للشعب المصري. وطبعا تم في الآخر توقيع اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل عام 1979 ميلادية. طيب دكتور محمد السؤال ده اللي بيخوف طلبة كتير واحنا بنقول لهم ما تقلقوش وما تخافوش، بما تفسر ايه السبب؟ اذكر السبب. قيام الثورة العربية، ليه الثورة العربية قامت سنة 1881؟ تعال نشوف مع بعض كده بسبب ايه. رقم واحد طبعا على الشاشة ازدياد التدخل الاجنبي في شؤون مصر، طبعا ده بسبب الامتيازات الاجنبية، القروض وزيادة الديون والمراقبة الثنائية. طبعا مراقبة ثنائية دكتور محمد اللي هي واحد ايه وواحد ايه؟ كان واحد ايرادات وواحد مصروفات اللي هم بتوع انجلترا وفرنسا، وكانوا بيراقبوا مالية الدولة، ايه اللي داخل للدولة وايه اللي خارج للدولة. طبعا بقية الاجابة بتقول تسريح الكثير من الجنود، عشان كده احمد عرابي طلب بزيادة عدد الجيش، وسوء احوال مصر الاقتصادية بسبب فرض الضرائب الباهظة او الكتيرة من قبل وزارة رياض باشا. جميل. طيب سؤال كمان ونسأله أستاذ سميح، بيقول بما تفسر فشل انجلترا في دخول مصر من قفر الدوار؟ تمام، من شوية قلنا قلنا دكتور محمد قفر الدوار هي فشلت في دخولها او دخول القاهرة من عند قفر الدوار، ولكن نجحت بعد خيانة ديليسيبس في دخول القاهرة بعد معركة التل الكبير. هنا السؤال بيقول لي ليه هي فشلت في دخول مصر عند كفر الدوار؟ لان طبعا قوة مقاومة المصريين في المكان ده في كفر الدوار، وطبعا وقوف احمد عرابي والجيش في هذا المكان. طيب بما تفصل دكتور محمد، تخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل بسبب عقد الاتفاق الودي اللي كان ما بين انجلترا وفرنسا، على ان انجلترا تسيب فرنسا في مستعمراتها وفرنسا تسيب انجلترا برضو مستعمراتها خاصة في مصر. تمام. طيب. تأسيس جريدة اللواء 1900 ده سؤال مهم جدا. طبعا ايه السبب ان مصطفى كامل اسس جريدة اللواء 1900؟ ده لنشر الوعي الوطني للمصريين وحثهم على الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. طيب شوف سؤال تاني دكتور محمد، ده سؤال انا بعتبره سؤال مهم جدا. اتجاه محمد فريد الى اوروبا، ليه محمد فريد اتجه الى اوروبا؟ وده سؤال نكتب جنبه مهم جدا عشان دايما بيكرر. اتجه محمد فريد الى اوروبا بسبب تضييق قوات الاحتلال البريطاني، الخناق على محمد فريد، فاتجه الى المؤتمرات الدولية والدول الاجنبية لنشر القضية المصرية. جميل. طيب اسالك انا بقى استاذ سميح سؤال بيقول بما تفسر معاناه مصر من ويلات الحرب العالميه الاولى؟ طبعا الحرب العالميه الاولى اللي بدات 1914 وانتهت 1918، شاركت مصر وساعدت بريطانيا، فبريطانيا طبعا يعني استغلتها استغلال سيء جدا وقامت بتجنيد اعداد كبيره جدا من الجنود في هذه الحرب، وطبعا استغلت موارد البلاد ووضعت الخطوط الحديدية والموانئ تحت سيطرة طبعا قوات الاحتلال. شوفها مع بعض كده على الشاشة، اعلان انجلترا طبعا حمايتها على مصر وتجنيد طبعا اعداد كبيرة من المصريين في خدمة القوات البريطانية. اخر سؤال دكتور محمد هسأله لحضرتك، قيام ثورة 1919 او 1919، وطبعا دي ثورة شعبية شاملة. طبعا دي ثورة شعبية شاملة، يعني تم تسميتها بان هي ثورة شعبية شاملة لان اشتركت فيها جميع الطوائف بتاعت المجتمع في هذه الثورة. طيب عندنا نشوف كمان سؤال دكتور محمد، اخر سؤال في الجزء التاريخ ونبدأ بقى نحل الامتحان اللي احنا مجهزينه طبعا لطلابنا الشطار. طيب السؤال اللي جاي بيقول ايه؟ تعتبر ثورة 1919 دي قلناها من شوية، طبعا اشتراك جميع طوائف الشعب المصري فيها. طب تأسيس بنك مصر دكتور محمد؟ طيب تأسيس بنك مصر زي ما احنا قلنا اللي عمله مصطفى كامل، ومصطفى كامل ده عمله طلعت حرب، انا اسف، اللي عمله طلعت حرب، وده عمله برؤوس اموال وطنية، رؤوس اموال وطنية. طيب ليه عملوا برؤوس اموال وطنية؟ علشان تحرير الاقتصاد المصري من سيطرة اصحاب رؤوس الاموال الاجنبية. يبقى هنا هو يا جماعة نركز ان بنك مصر كان الهدف منه ايه؟ تحرير الاقتصاد المصري. طيب دلوقتي احنا هنبتدي بقى مع استاذ سميح وناخد الامتحان بتاعنا علشان نتدرب على الورقة الامتحانية ازاي هيجي لنا ان شاء الله باذن الله
في الامتحان بتاع بكره. طبعا انا وزميلي العزيز دكتور محمد قعدنا نفكر وقلنا بعد ما هنعمل مراجعه الجغرافيا والتاريخ احنا هنجيب امتحان مش هنقول لكم ده امتحان ايه. وطبعا ده امتحان المحافظات اللي في السنه اللي فاتت. طبعا اخترنا امتحان كده من وسط الامتحانات وقلنا نحله على الهواء ونشوف اتصالاتكم بقى وتكلمونا دلوقتي ونشوف وتحاولوا تحلوا معانا. يعني اللي هيكلمنا دلوقتي هيعمل ايه؟ هنديله سؤال من الاسئله بتاعه الامتحان ويبدا ان هو يجاوب معانا هذه الاسئله ويختبر نفسه ويشوف هو هيبقى عامل ازاي وهيحل ازاي في هذا الامتحان. طبعا امتحان طرشه دكتور محمد امتحان ايه؟ لا مش هنقول طبعا. تمام. والامتحان بالظبط هو هو هنشوفه مع بعض. واول سؤال الخريطه نشوف مع بعض كده سؤال الخريطه رقم واحد هنسال دكتور محمد لحد ما حد يكلمنا ونسمع اتصاله ونساله السؤال بقى دكتور محمد. طبعا. واحد جبل ايه دكتور محمد؟ الجبل موجود في اقصى جنوب مصر تحت سميح. كان خلانا ان احنا نرسم الاتجاهات الاصليه عشان نعرفه الاتجاهات الاصليه والفرعيه. هو جبل العوينات. جميل. طيب رقم اتنين هضبة. اطلع فوق بقى شمال غربي. شمال غربي يا ترى في هضبة ايه يا استاذ؟ انا مش هجاوب مش هجاوب عشان معانا هنا من اسكندريه هتجاوب. ازيك يا هنا؟ ازيك يا مستر عامل ايه؟ يلا جاوب لنا السؤال ده يا هنا. هضبة ايه رقم اتنين؟ هضبة مرمريكا. برافو عليك. طيب يلا دكتور محمد ثلاثة اسألها برضه السؤال. طيب رقم ثلاثة بحيرة موجودة في أقصى جنوب مصر. شايف رقم ثلاثة على الخريطة؟ بحيرة عزبة اهي. ألو؟ أيوة معانا هنا. هنا معاكي. بحيرة موجودة في أقصى جنوب مصر ورا السد العالي. ها تحت خالص. بحيرة ايه؟ بحيرة نصر. برافو عليك. برافو يا هنا. تمام شطورة جدا جدا. ربنا يوفقك ان شاء الله يا هنا في امتحانك. طيب بعد كده السؤال بعد كده عندنا في الخريطة برضو رقم اربعة وبيشاور على مدينة احنا جدا. مدينة يعني مهمة جدا من اهم المدن اللي ناس كتير النهاردة كلمونا من هذه المدينة هي مدينة طبعا القاهرة. تمام. طيب خمسة منجم يا دكتور محمد لاستخراج الذهب. وموجود في اقصى جنوب مصر او قريب من جنوب مصر خالص اللي هو منجم السكري. ذهب السكري. تمام. طيب السؤال الاخر طلابنا الشطار بيجي لنا دايما صوب ما تحته خط. هنا بقى السؤال ده خلي بالك ده مهم جدا. خلي بالك بيجي لك كلمة ويقول لك تحتها خط كده دكتور محمد ويقول لك صوب. طيب معانا اتصال من القاهرة. مين معانا؟ الو انا منى. ازيك يا منى عامله ايه؟ الحمد لله. مستعده للامتحان بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ما تنسيش لو جبت الدرجه النهائيه صوري الشهاده بتاعتك وبعتها لنا على برنامجنا مدرسه على الهوا. تمام. واحنا هنجيبك ان شاء الله في حلقه خاصه ونكرمك. قولي لي بقى تربه البيئه الصحراويه تربه طينيه سوداء. ها تبقى تربه صفراء. صفراء بس هنزود حاجه دكتور رمليه محمد. رمليه. بص يا منى طالما قال لي طينيه سوداء يبقى لازم اقول رمليه صفراء. لو قال لي طينيه بس يبقى اقول رمليه. اوكي يعني نصحح الخيام بتاع التربه واللون. ممكن سؤال تاني من عينيا؟ طيب انا هقول ديكي سؤال تاني. يلا. يقوم بحرفه الرعي بالصحراء الشرقيه قبيله اولاد علي. لا هتبقى العبادة. العبادة. تمام. برافو يا منى. شطوره جدا يا منى وتمنياتي ليكي بالنجاح والدرجه النهائيه ان شاء الله باذن الله في الامتحان بكره. برافو عليك يا منى. طيب طيب سؤال ثالث دكتور محمد ده وده يعني هنضغط عليك شويه وتقول لنا بعض المناطق اللي هي المزارات السياحيه. تمام. تعدد المزارات السياحيه في سيناء مثل جبل الشايب. طبعا جبل طبعا الشايب ده مش موجود اصلا في شبه جزيره سيناء. هو جبل سانت كاترين وكمان في عندنا جبل موسى والاثنين دول من انواع المزارات السياحه الدينيه. لكن ده لما يجي يقول بما تفسر وجود السياحه الدينيه في البيئه الصحراويه يبقى ساعتها هقول جبل موسى وهقول فيها دير سانت كاترين. لكن لو جه قال اتكلم عن السياحه بشكل عام لو اتكلم عن السياحه بشكل عام يبقى انا هقول وجود الكبش الجبلي في البيئه الصحراويه. كمان موجود سياحه السفاري في الصحراء البيضاء. ما تقولش بقى فين يا دكتور محمد عشان تسالها لشروق. نسالها لشروق. يعني ازيك يا شروق؟ الو ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. بس انا وقفت لي الدكتور محمد اهو كان هيجاوب سؤال عايز اساله له. يلا دكتور محمد. حاضر. الصحراء البيضاء موجوده في واحد نقط الفرافره. برافو عليكي. طب ما المشروع زراع الكثبان الرمليه كان موجود فين؟ نعم مشروع استزراع الكثبان الرمليه كان موجود فين؟
في جنوب واحد سيوة. برافو عليك. عارفة لو كنت قلتي واحد سيوة بس كنت اقول لك فين في واحد سيوة. برافو عليك. برافو عليك. طبعا طلابنا الشطار كلمونا على الرقم هقوله مره تانية، واختبروا نفسكم سكان اهل القاهره صف السادس الابتدائي، طالبا عندهم امتحانات بكره في اي محافظه كلمونا واختبروا نفسكم، شوفوا كده انتوا مذاكرين كويس ولا لا. بابا وماما اللي بتفرجوا علينا هاتوا بسرعه ابنكم غصب عنه وخليه يتصل بينا عشان نشوف الولد ده مذاكر او البنت دي مذاكره ولا لا. الرقم بتاعنا 2575-6187 رقم بتاعنا، كلمونا عشان تعملوا اختبارات وتشوفوا نفسكم يعني مذاكرين ولا لا. معانا اتصال تليفوني من القاهرة برضو. مين معانا؟ ازيك يا ياسين؟ الحمد لله. اخبارك ايه في الدراسات؟ الحمد لله. يلا دي ياسين. طب اكتب ياسين الاولاني. انا عاوز اسال بس ثلاث اسئله. طب اتفضل اتفضل حبيبي. عاوز بس حضرتك تقول لي كل جبال في راس البحر الاحمر وفرقنا بين مخافض القطاره ومخافض سينا والفرق ما بين النوع ورايحه 5 سنين. تمام اوكي. طب تيجي نكتب مع بعض الاسئله ياسين واحده واحده. اول سؤال انت قلت عايز ايه؟ نفسر جبال ها البحر الايه؟ البحر الاحمر. تمام. اللي هي عندنا فوق خالص يا دكتور محمد جبل الشايب، دكتور محمد هيشاور لك عليه حالا دلوقتي في جبال البحر الاحمر جبل الشايب. تمام. وعندنا سلسله جبال طبعا البحر الاحمر كلها، وفي جبل علبه موجود عندنا في اقصى جنوب، في اقصى جنوب طبعا دكتور محمد شاور لنا عليه من شويه جبل علبه، شايفه؟ ها ده جبل علبه شايفه ولا لا؟ شايف. ده هنا هو سلسله جبال البحر الاحمر، وفوق خالص ده اعلى قمة جبلية في البحر الأحمر وهي جبل الشايب. طيب تاني سؤال قلت إيه يا ياسين؟ واحدة واحدة. ها؟ الفرق مخافض القطارة ومخافض سيوة. طبعا مخافض القطارة مكانه فين يا دكتور محمد؟ مخافض القطارة موجود هنا هو مكان سيوة ومساحته كبيرة لأن هو واضح جدا على الخريطة، أما سيوة موجودة فوق وبشوية ومساحته صغيرة، هنا دوت مخافض سيوة. طيب ومخافض القطارة ده أقل المنخفضات انخفاضا في الصحراء الغربية عندنا في مصر. ده مساحته صغيرة سيوة، أما القطارة مساحته كبيرة شوية. طيب تمام. السؤال الثالث فرق بين النوى وإيه؟ ورياح الخمسين. جميل. طيب أقولها له أنا دي. اتفضل. النوى دي رياح شديدة جدا. النوى دايما نقول في اسكندرية ودمياط بورسعيد الأماكن دي كلها، النوى هي رياح شديدة بتسبب أمطار قوية جدا. دي طبعا بتسبب مشاكل كتير جدا هناك وتوقف حركة السفن والبحر، وطبعا هنا بتعمل لي طبعا خطر كبير جدا على سكان السواحل. طيب اما رياح الخمسين فدي رياح شديدة ولكن بتهب بتيجي في من الصحراء، خلي بالك يا ياسين من الصحراء، ودي بتهب في فصل الربيع في اواخر شهر ايه؟ ها شهر مارس وبداية شهر ايه؟ ابريل. بيجي لك بقى السؤال ده، النتيجة المترتبة على ده او ده، خلي بالك فدايما النتيجة المترتبة على رياح الخمسين هي ايه؟ ردم الآبار واتلاف المحاصيل الايه؟ الزراعية، صح ولا لا؟ وتراكم الرمال يا ياسين على الطرق. تمام؟ عرفت بقى الفرق بين ده وبين ده؟ اه. يلا اسألك انا بقى سؤال؟ ماشي. ايه رأيك سألتيني ثلاث اسئلة، اسألك انا بقى ايه كام سؤال؟ سؤال واحد. يلا نشوف مع بعض على الشاشة. رياح سبحان الله هي مستنياك، رياح شديدة وأمطار غزيرة تتسبب في تقلب الجو لعدة أيام متصلة تسمى إيه؟ نوى. برافو. لسه أنا لسه شرحها لك حالا. تمام مظبوط دكتور محمد. وبعدين النوى ديت موجودة في البيئة الساحلية، أما الخمسين ديت بتكون جاية من الصحراء فبتكون في البيئة الإيه؟ الصحراء. على فكرة أنت حظك حلو، أنا والله ما جهزت لك السؤال، هو أنت حظك حلو جه السؤال مرة واحدة. طيب سؤال كمان ليك بقى، أنا كنت لسه قايله برضه من شوية، تم استزراع الكثبان الرملية جنوب واحد الفرفرة. غلط. طب ما انا عارف ان هو غلط، نخلي بالنا ان هو السؤال بيقول لك اصلا صوب ما تحته خطا، فما تقوليش غلط، انت تقول الغلط ايه بس. ياسين انت امتحانك بكره ان شاء الله؟ ياسين امتحانك بكره؟ اه. انت في القاهره مش كده؟ اه. طيب ياسين عايز انصحك نصيحه، عايزك تحل اسئله امتحانات كتير قوي، حاول تشوف اسئله امتحانات وتجيبها وتحاول تحل اسئله كتير قوي، وكتاب المدرسه الاسئله اللي هي تدريبات العامه على كل واحده، اوعى تدخل امتحان بكره من غير ما تحل الاسئله دي، اتفقنا؟ حللهم كلهم. برافو عليك يا ياسين، بشكرك جدا حبيبي وتابعنا دايما، طلابنا الشطار. في سؤال كمان، السؤال رقم 2 في الامتحان اللي مش هقول لكم طبعا هو امتحان ايه، السؤال الثاني دكتور محمد، اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه. اكتب ما تشير اليه العبارات التاليه، يعني هدي لك تعريف وانت هتقول لي ده تعريف ايه. بيقول مجاري مائيه كانت
تجري في تجري بها المياه قديما ثم جفت. طبعا ايه ده السؤال المره رقم 3. اه بالظبط المره رقم 3. تمام احنا عندنا انا مش هجاوب بقى, هنجاوب هخلي محمود من القاهره امتحانه بكره. ازيك يا محمود؟ الو ايوه علي صوتك يا محمود. ازيك؟ الحمد لله. ايه ذاكرت كويس ومستعد للامتحان بكره؟ ايوه. طب يلا نجاوب السؤال ده. مجاري مائيه كانت تجري بها المياه قديما ثم جفت. الاوديه الجاف. شاطر جدا. الاوديه الايه؟ الجاف. وتنتشر يا محمود فين؟ فاكر ولا لا؟ ها في وادي موجوده اكتر في الصحراء الشرقيه ولا الغربيه؟ الاوديه الجافه في الصحراء الشرقيه. برافو عليك دكتور محمد. تحب تسال محمود سؤال تاني؟ تمام. بص يا محمود, الاوديه من بعض الظواهر الجغرافيه اللي موجوده في الصحراء الشرقيه موجود ايه وايه؟ موجود الظواهر الجغرافيه في الصحراء الشرقيه هضاب وجبال. والهضاب وجبال ولسه قايلها والاوديه الايه؟ الاوديه الجافه. والاوديه الجافه. طيب هديك سؤال كمان. تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدرتها الانتاجيه. تصحر. ده تصحر. ناس كتير بتغلط في الكلمه دي. التصحر يا دكتور محمد هو تدهور التربه الزراعيه وانخفاض قدراتها الانتاجيه. شكرا يا محمود. طبعا حبيبي وربنا يوفقك ان شاء الله بكره في الامتحان. سؤال رقم 3. ارض شبه مستويه من خط الساحل الى داخل اليابس, ده هيكون ايه يا استاذ سمير؟ طبعا ارض شبه مستويه بتبدا من اول خط الساحل هي من عند الموجه دكتور محمد. تمام. اخر نهايه كده الموجه, نهايه الموجه الى ارض داخل اليابس بقى عند الايه البلاجات والرمله والشاليهات الرمله والحتت دي كلها. طبعا ده اسمها ايه؟ السهل الساحلي. او واحد يقول لي السهول الساحليه اقول له ماشي مش هزعلك. يبقى هنا السهل الساحلي. وده طبعا عايز اقول لكم على معلومه, السهول الساحليه عندنا واسعه وضيقه. دكتور محمد هيشاور لنا دلوقتي على البحر المتوسط, السهل الساحلي على البحر المتوسط في الشمال, ودي سهول واسعة. تعال نشوفها كده مع دكتور محمد. دكتور محمد بأي لغة مختلف كده ونشوف السهول الساحلية الواسعة على البحر الايه؟ البحر المتوسط كله. تمام. كل الارض الموجودة دي سهول بنسميها سهول واسعة. لكن السهول الضيقة اللي موجودة عندنا فتوجد على خليج العقبة وعلى البحر الاحمر. يبقى هنا على خليج العقبة اللي هو دكتور محمد غرب خليج العقبة الجزء اللي هو اللي موجود فوق. وطبعا زي دكتور محمد بيشاور هنا السهول الساحلية اللي هي طبعا بتضيق في الشمال وتتسع كلما اتجهنا جنوبا. زي ما انت شايفين كده ماشي. هنا انا عامل مساحة كبيرة شوية اهي. تمام. وهنا انا ماشي بالراحة قوي وفي الجنوب ايه وسعتها شوية. وكل وبتوسع ليه بسبب اقتراب عايز اسال السؤال ده دكتور محمد لميرا من الشرقيه. انت جاوبت على السؤال. ازيك يا ميرا؟ نور لها سؤال تاني بقى. ازيك؟ عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله. امتحانك امتى؟ بكره ولا امتى؟ لا الاسبوع الجاي. طيب اوكي هايل جدا. قولي لي بقى يا ميرا, طبعا كنت اسالك سؤال الضيق السهول الساحليه على البحر الاحمر. دكتور محمد جاوبه بسرعه وانا كنت مجهز لك السؤال ده. خليني اسالك سؤال واقول لك أهمية التلال الجيرية على ساحل البحر المتوسط. حفظ الأمطار في التلال الجيرية, حفظ الأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي. طب ممكن أغير كلمة حفظ الأمطار دي وأقول تخزين المياه, إيه رأيك؟ نقول تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها في حفر الإيه؟ الآبار. برافو عليك يا ميرا. تحب دكتور محمد يسألك كمان سؤال؟ لا. يلا دكتور محمد. طيب هسألك سؤال, هقول لك اكتب لي ما تشير اليه العباره. خليج ذو مدخل ضيق, خليج ذو مدخل ضيق متعمق في اليابس. شرم. برافو عليك شطوره. بدات على الاول قلت لي خليج. شطوره جدا جدا يا مير. ربنا يوفقك حبيبتي الاسبوع الجاي ان شاء الله, ومتاكد ان انت طبعا هتجيبي الدرجه النهائيه وكل طلاب مدرسه على الهواء ان شاء الله. طيب سؤال كمان بيقول لاستاذ سميح هيجيبه لنا بقى. مصدر طبيعي للمياه الجوفيه تتدفق منه المياه تلقائيا لسطح الارض. عارف يا دكتور محمد لو انا ركزت وفهمت السؤال هعرف الاجابه. هو المياه الجوفيه اللي موجوده في جوف الارض في باطن الارض تحت خالص بتطلع على سطح الارض عن طريق حاجتين,
خلي بالك، عن طريق حاجة اسمها الآبار وحاجة اسمها العيون. الآبار دايما نقول ايه، احنا هنحفر بئر. لما اقول هنحفر بئر معناها ان الآبار دي مصدر صناعي، احنا اللي بنعملها، احنا اللي بنحفر البير عشان نوصل للمية. لكن العيون، العيون هي دي إجابة السؤال اللي معنا، مصدر طبيعي للمياه الجوفية، بتطلع المية تلقائيا. من المسؤول عن كده؟ الله عز وجل. فدي طبعا بتطلع تلقائيا يعني طبيعيا لوحدها، ودي طبعا إجابة السؤال هنا هتكون العيون. خلي بالك، طب افتكرها بايه؟ العيون، ربنا خلق لنا العينين بتاعتنا، يبقى العيون، بس مش العيون دي اللي فيها مية، لا، العيون اللي في باطن الارض، بس افتكرها بالعيون اهو، اوعى تنسى الحتة دي. اما الابار نفتكرها هنحفر بئر في الصحراء، يبقى الابار مصدر صناعي لكن العيون مصدر طبيعي. دكتور محمد بيضحك عليا وانا بقول لكم العيون عشان هو طبعا ايه. طب نشوف احمد من اسكندريه، سألوا بقى دكتور محمد السؤال ده. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. في الشتاء بيهض عليك رياح شديده بتسبب في سقوط امطار، هي اسمها ايه؟ في الشتاء عندك في اسكندريه بتهض على اسكندريه رياح شديده بتسبب في سقوط امطار غزيره، تسمى نوة. تسمى نوة، تمام، برافو عليك. طيب هسألك سؤال بقى نوعية جديدة من الأسئلة في معنا في الامتحان، بيقول ما النتائج المترتبة على حركة الرمال في البيئة الصحراوية؟ ممكن نخليه وقت على ذلك إتلاف الحقول الزراعية، لازم الأبار وزيادة التصحر، ولازم الأبار وزيادة التصحر. برافو عليك. لا ولد شو، انت مش محتاج توطي التلفزيون خلاص، انت الله اكبر عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. عليك كل اهل اسكندريه طبعا طلابنا الشطار متابعينا من اول الترم في اسكندريه وفي كل محافظاتنا. بشكرك جدا حبيبي وتابعنا، ولو جبت الدرجه النهائيه في الدراسات صورها وبعتها لنا على مدرسه على الهواء، الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك برنامج مدرسه على الهواء، ابعتها لنا واحنا هنجيبك وتحتفل معانا ان شاء الله بحلقه الدرجه النهائيه. طيب في سؤال بقى دكتور محمد نشوفه تاني، سقوط الامطار الفجائيه على سواحل البحر الاحمر، طلبه كتير قوي اول ما نشوف السؤال ده يقول لك بما تفسر بسبب. لا طبعا من النتائج ما ينفعش اقول بسبب، لان ديت تعتبر سيول، الامطار الفجائيه على ساحل البحر الاحمر، طيب تبقى نتائجها زي نتائج السيول بالظبط، تدمير الطرق والمنشات. يبقى هنعوض لما يجي السؤال ده يقول ايه اللي ترتب على سقوط الامطار الفجائيه على ساحل البحر الاحمر، هيكون تدمير الطرق والايه والمنشات. هنخش بقى دلوقتي كده على قسم تاني في الاسئله بتاعتنا في الامتحان ده، وهو قسم التاريخ. طيب قبل ما نبدا بقى، احنا معانا هديه من القاهره، بس مش عارف هديه اللي كانت معانا الجزء الاول من الحلقه ولا لا. ازيك يا هديه؟ الو ايوه علي صوتك. الحمد لله. انت كنت معانا لسه من شويه مكلمانا صح؟ اه. برافو، يلا شوف شطار. انا عندي سؤالين. ها عندك سؤالين؟ يلا اتفضل. بيقول لي ما رايك في كل مما ياتي، موقف محمد فريد من مساله مد امتياز شركه قناه السويس. طيب يا هديه دلوقتي انا عايز اقولك على حاجه، ده اسمه سؤال ما رايك، يعني المفروض انت تقولي رايك ايه. أوه. الراجل دوت رفض ان يخلي شركه قناه السويس بتاعتنا ان هي تبقى في ايد اجانب، تفتكري ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، ولا فادت مصر ولا ضرت مصر؟ وانا قلت اوافق لانه شيء شجاع، موقف شجاع. تمام برافو عليكي. طيب لانه موقف شجاع، وحرم ايه او عمل ايه تاني؟ ممكن نقول ان هو خلى مصر تستفيد بالشركه ديت لنفسها. تمام، يعني ده سؤال رايي، انت بتقولي اوافق لانه موقف شجاع، والموقف الشجاع دوت كان عمل منه ايه؟ ان هو خلى ان مصر تستفيد ب موارد بتاعه قناه السويس، اللي هو خير مصر، ان هو هيحافظ كمان على الموارد او يحافظ على قناه السويس ان هي تكون مصريه، وان هي الاجانب ما يستمد او ما يستغلوهاش اكتر واكتر. طيب طبعا الثاني ايه بقى؟ تخيل انك كنت في ايام ثوره 1919. تمام، ها خلاص كده بس كده. لا في سؤال كمان. لا هو انت سؤال، تخيل انك كنت في ها ايام ثوره كام؟ 1919. تمام، طبعا هنزل وهناضل وهشارك في الثوره وهنزل الاسره كلها وكل الناس
عندي لان ثوره تبقى ثوره شعبيه وهكون فخور جدا ان انا هكون مصر. سؤال تخيل يعني انت حط نفسك مكان واحد من الناس اللي كانوا موجودين في ايام الثوره في الوقت ده. طبعا هقف ضد الاحتلال وهناضل ضد طبعا الاحتلال البريطاني وهقف جنب سعد زغلول باشا في الثوره بتاعته. يلا شوف كمان سؤال. لا بس كده ينفع؟ طيب يلا حبيبتي هدية كانت معنا الحلقة او الجزء الاول من الحلقة وكان عندها اسئلة وكلمتنا تاني. كلمونك انتوا كمان لو عندكم اي سؤال عشان طبعا امتحانكم خلاص. هدية امتحانها القاهرة بكرة فده ممكن يجي لك في الامتحان. مدخل هدية طيب. هدية دخلتنا في التاريخ. اه طبعا دخلنا هي في التاريخ. ندخل بقى في التاريخ. نخش بقى في امتحانات الجزء التاني من الامتحان وهو امتحان التاريخ. طيب دكتور محمد هسألك السؤال ده. اختر ما بين الاقواس. لازم اقرا هنا الاختيارات كويس جدا يا جماعة. وحاجة تانية عايز اقول لك عليها. يعني مش لازم طلابنا الشطار وانت بتجاوب في الامتحان تبدا اول ما تبدا كده تروح عامل دايره كبيره ومتخنها كده وتكتب الاجابه في النقط وتيجي تراجع تلاقي نفسك في الاخر انت غلطت وشكل الورق بقى وحش قوي. طبعا هنا لازم بالراحه واقرا السؤال زي ما دكتور محمد قال مرتين على الاقل مرتين واقرا الاختيارات كلها. لربما يا دكتور محمد يكون الاختيار الاخير ايه ممكن يكون مع كل ما سبق مثلا مثلا كل الحفره تبقى كل الاجابات صح مش اجابه واحده بس. في ناس كتير يا دكتور محمد بيعملوا كده على فكره. اه تمام طيب. اه في طبعا بيجي يقول لنا طب انا غلطت طب انا ممكن استخدم الكوريكتور. طبعا استخدام الكوريكتور ممنوع في الامتحان. يوسف من القاهره هيجاوب السؤال ده دكتور محمد اساله له بقى. طيب اختار من الاقواس يا يوسف. يوسف يوسف ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه في الدراسات؟ الحمد لله كويس. طب من القاهره؟ اه. طيب امتحانك بكره؟ جاهز جاهز ولا ايه؟ لا جاهز. طيب يلا بينا دكتور محمد ركز بقى معايا بقى ونشوف ونركز قوي ايه لحد اخر نقطه في السؤال. اسس مصطفى كامل عام 1900 ميلاديا جريده نقط الوفد القاعه المصريه اللواء. لا جريده اللواء. جريده اللواء تمام. انت شاطر وجاوبت بس انا عاوزك برضو تقرا برضو الاختيارات وما بتتسرعش وتقول على طول الحاجه الاجابه مره واحده. سيب لي يوسف بقى انا هساله السؤال اللي جاي. طيب. يلا يا يوسف. تم نفي سعد زغلول او نفي سعد زغلول للمره الاولى الى جزيره نقط. مصر. يا ابني استنى اصبر اقرا الاجراءات كلها الاول. سيشل مالطا قبرص. ها هنختار ايه؟ مالطا عشان دي اول مره مالطا. طب مره في جزيره سيشل بالمحيط الهادي تقريبا. جميل. طب بقول لك على حاجه ممكن اطلب منك طلب يا يوسف. من فضلك وانت في الامتحان افتكر مستر سميح ومستر محمد دكتور محمد في الامتحان وهما بيقولوا لك يا يوسف لو سمحت ما تتسرعش في الاجابه. اتفقنا؟ وانت بتجاوب كده في الامتحان وبتقرا الاسئله افتكر برنامج مدرسه على الهواء وهو بيقول لك ايه؟ ما تتسرعش اقرا الاسئله كويس واقرا الاختيارات كلها الاول. اتفقنا؟ لا اتفقنا. انت سؤال كمان بس. نعم انت سؤال كمان. سؤال كمان. طيب بس هتتسرع ولا لا؟ لا مش هتسرع. هتقرا الاجابات كلها؟ اه. طيب يلا شوف السؤال رقم 3. اصدرت نقط تصريح 28 فبراير 1922 فرنسا بريطانيا ايطاليا. بريطانيا. برافو انا مبسوط منك ان انت ما تسرعتش وان انت قريت الاجابات كلها. برافو عليك يا يوسف ربنا يوفقك حبيبي بكره ان شاء الله. طيب ان شاء الله. سؤال دكتور محمد اختر ايضا مما بين القوسين. شكلت اول حكومه دستوريه عام 1924 برئاسه نقط. سعد زغلول ولا طلعت حرب ولا محمد فريد؟ لا الاجابه هتكون سعد زغلول. جميل. طيب اسالك انا يا استاذ سميح. اتفضل. نجح الجيش المصري في تحطيم نقط في حرب اكتوبر 73. الثغره الاولى خط بارليف الحاجز المائي. الثغره الاولى خط بارليف الحاجز المائي. شفتوا انا عملت ايه؟ خلي بالكم طبعا الاجابه هنا هتكون خط بارليف. مظبوط يا دكتور محمد؟ مظبوط اجابه سليمه. طبعا هنا اجابه صحيحه تم تحطيمه في 6 ساعات خلي بالك. وطبعا هنا يعني اسرائيل كانت بتقول لك ما فيش حد هيقدر ان هو يعدي الخط ده والا طبعا لما يعني يستخدم اسلحه قويه جدا. احنا طبعا عملنا الموضوع ده بالميه. سهر من القاهره ازيك يا سهر؟ الحمد لله. عامله ايه في الامتحانات والمذاكره؟ الحمد لله. ها امتحانك بكره ان شاء الله مستعده؟ ان شاء الله. دكتور محمد هيسالك السؤال اللي جاي ده. لمن تنسب الاعمال التاليه؟ لمن تنسب الاعمال يا سهر؟ يعني من هو؟ من هو اللي ترقى حتى وصل الى رتبه امير لاي في عهد توفيق؟ احمد عرابي. تمام هديك سؤال كمان. أوكي. تمام
طيب، دعا الى رفض مد امتياز شركة قناة السويس عام 1910. محمد فريد. محمد فريد. برافو. السؤال ده مهم جدا، وهي قالتنا عنه استاذ سميح اكد عليه، هو سؤال شطور يا سهر. سهر معانا لسه على التليفون ولا مشيتي؟ ايه لسه معانا. طيب قولي لي يا سهر، سؤال انا قلته من شويه وعايز اشوفك كده مركزه ولا لا. خلي بالك. اوكي. ترقى احمد عرابي ووصل الى رتبه اميره لاي في عهد مين؟ في عهد اميره لاي. اميره لاي يعني عميد حاليا، عميد دلوقتي. ها اميره الخديوي مين؟ طب نديها اختيارات. طب يلا دكتور محمد، في عهد الخديوي سعيد ولا اسماعيل ولا توفيق؟ التوفيق. برافو عليكي، تمام جدا جدا جدا، تمنياتي ليكي بالدرجة النهائية إن شاء الله بإذن الله في الامتحان. طيب يلا نشوف مع بعض السؤال التاني. أسس تنظيم الضباط الأحرار مين؟ هو مين اللي عمل كده؟ هو أكيد الزعيم جمال عبد الناصر. طيب بس هو كان رئيس في الوقت ده دكتور محمد؟ لا ده في الوقت دوت ما كانش رئيس خالص. هو أسس التنظيم ده وبعد كده قامت الثورة وبعد كده أصبح رئيس لجمهورية مصر العربية. طيب أنا عايز أقول حاجة، أسس جمال عبد الناصر تنظيم الضباط الأحرار في عهد الملك مين اللي كان بيحكم مصر؟ في عهد الملك مين؟ الملك فاروق. الملك فاروق اللي هو تم طبعا بعد كده إلغاء الملكية اللي هو الملك فاروق وإعلان النظام الجمهوري. طيب لمن تنسب الأعمال التالية؟ تولى رئاسة مصر بعد اغتيال الرئيس السادات. طبعا هو احنا قلنا السؤال ده برضو كان اسم نائبه اللي هو مين؟ محمد حسني مبارك. تمام. طيب. تسلم السلطة بعد عزل الرئيس محمد مرسي. سؤالين ورا بعض على طول هنا. طبعا اللي مسك السلطة بعد عزل مرسي على طول هو عدل منصور، وبعدها أجريت الانتخابات وفوز المرشح عبد الفتاح السيسي. طيب سؤال الرابع ده علامة صحة أو خطأ، هنا مش مع التصويب، مش مكتوب مع التصويب. دكتور محمد، أدت الامتيازات الأجنبية إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر؟ طبعا دي إجابة صحيحة. طيب طيب نجحت القوات البريطانية في دخول مصر عن طريق قفر الدوار؟ طبعا إجابة خاطئة. طيب ثلاثة، تحسنت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية أثناء الحرب العالمية الأولى؟ طبعا إجابة خاطئة، لم تتحسن أحوال مصر. طيب نشوف حاجة تانية دكتور محمد، نشوف سؤال كمان. قامت مصر بإعادة تنظيم وتسليح القوات المسلحة بعد هزيمة يونيو 1967؟ تمام إجابة صحيحة، فعلا قامت بإعادة التسليح وتدريب الجيش المصري. طيب وقعت مصر اتفاقية السلام مع إنجلترا عام 1979 لاستعادة أراضيها المحتلة. هو فعلا اتعمل اتفاقية السلام سنة 1979 ومصر عملتها واستعادت أراضيها المحتلة، ولكن مع إسرائيل. الإجابة هنا خاطئة، طبعا هنا إسرائيل. طيب كان بس ممكن هنا يا أستاذ سميح معلش ممكن أقول اتفاقية الجلاء مع انجلترا بس اغير التاريخ. تمام ونغير التاريخ طبعا. 1954. طيب بس هنا برضو اللي استعادت اراضيها المحتلة هنشيلها. لا وهنقول طبعا ايه، لا الجلاء قوات البريطانية عن مصر. كان شعار ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية؟ طبعا اجابة صحيحة، كان شعار جميل جدا، عيش حرية عدالة اجتماعية. قام الشعب المصري، هسألك بقى السؤال دكتور محمد. تمام. قام الشعب المصري بعدة ثورات على مر التاريخ. تمام. للتخلص من الفساد والظلم والعدوان، في ضوء هذه العبارة اذكر ما يلي. طبعا دكتور محمد بيجي لي يعني عبارة زي كده ويقول لي ايه اللي اسئلة عليها. اه بالظبط اسئلة عليها. طيب اتنين من مبادئ ثورة 23 يوليو. مبادئ ثورة 52 كانت ثلاثة، القضاء وثلاثة اقامة. الثلاثة القضاء هي القضاء على الاستعمار والقضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكار. أما الإقامة هي إقامة عدالة اجتماعية وإقامة حياة ديمقراطية سليمة وإقامة جيش وطني قوي. يبقى هنا هو أنت مطلب منك بس اتنين، ممكن تقول مثلا القضاء على الإقطاع، إقامة جيش وطني قوي. لكن أنا حبينا أن احنا نقول لك كل الأهداف بتاعة الثورة أو مبادئ الثورة علشان تختار منها أنت اللي ممكن يثبت في دماغك وتقدر تقوله في الامتحان لو جه السؤال ده بكره باذن الله. طبعا طلابنا الشطار احنا يعني كنا معاكم لمده ساعتين، جبنا التاريخ والجغرافيا كلها وحلينا كمان امتحان من امتحانات السنه اللي فاتت.
دكتور محمد هيقول لكم نصيحتين او ثلاثه بسرعه كده، وانا هقول لكم شويه حاجات بسيطه جدا علشان نختم حلقتنا النهارده، ونقول لكم ربنا يوفقكم ان شاء الله بكره باذن الله في الامتحان، واللي طبعا امتحانه مش بكره طبعا ربنا يوفقه. دكتور محمد، تحب تقول ايه لطلابنا صف السادس الابتدائي اللي امتحاناتهم بكره ان شاء الله؟ طبعا عايز اقول لكم ان انتوا مفيش حاجه اسمها ان انت تسهر لحد الامتحان، لحد لما نصحى نروح الامتحان، لا، انت لازم تدي عقلك وقت تنام فيه عشان تقدر ترتب المعلومه بتاعتك، تحل الامتحان، تقرا السؤال لحد اخر نقطه مره واثنين وثلاثه كمان. لو حصل وفي سؤال انت ما عرفتوش، ما ترتبكش، ما تتوترش، حل السؤال اللي بعديه واعمل عليه علامه وارجع له في الاخر اثناء المراجعه، تمام؟ وخد السؤال كده وحلله واحده واحده، ماشي، وحاول ان انت تفهمه، ماشي، ان شاء الله باذن الله هتلاقي الاجابه وتحصلوا كلكم على الدرجات النهائيه. طبعا انا مبسوط جدا كنا معاكم ترم كامل وشرحنا المنهج كله، والنهارده عملنا لكم مراجعه كامله شامله زي ما الدكتور محمد ما قال، ما تسهروش، اوعى تسهر وتقول لا انا هسهر اكتر عشان اذاكر، لا، من دلوقتي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 5، من دلوقتي لحد قبل ما تنام حوالي الساعة 8 أو 9 إن شاء الله تحل امتحانات كتير وتحاول تجاوب أسئلة الكتاب، ومش عايزك تتسرع، وما تنساش يوسف اللي كان معانا الحلقة، ما تنساش يا يوسف أنت وكل أصحابك، أوعوا تنسوا تقروا السؤال مرتين، ما تقراش السؤال مرة واحدة وما تتسرعش، وإن شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله. بشكركم جدا، حلقة المراجعة النهائية النهاردة، وبتمنى لكم بكرة إن شاء الله تحلوا كويس، وكان القاهرة أو تلاميذ القاهرة وكل المحافظات اللي امتحانها بكرة، وطبعا طلبة التانيين، بشكركم جدا وبشكر دكتور محمد على وجود النهاردة معنا. شكرا دكتور محمد. شكرا أستاذ سميح، وشكرا لكل طلابنا، مع تمنياتي بالنجاح والتفوق. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم السنة الجاية أولى إعدادي تكونوا شباب وبنات جمال ومتفوقين دايما بإذن الله. وما تنسوش اللي يجيب الدرجة النهائية يصور الشهادة بتاعته ويبعتها لنا على برنامج مدرسة على الهواء، الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، واحنا ان شاء الله نعمل لكم حلقة خاصة. كل سنة طيبين، ونشوفكم ان شاء الله في خير وسعادة بإذن الله، وربنا يوفقكم إن شاء الله بكرة، وإلى اللقاء.